مش انت وعدتني انك هتجيب لي فستان حلو وجزمه من اول ما ليا؟ اه صحيح، حد ينسى حاجه زي كده برضه؟ هو انا بقى مستني البدله القيافه ومعاها شنطه احط فيها الكراريس. كراريس؟ بدل المخله اللي عامله زي بتاعت الشحاتين دي. دول برضو عايزهم من اول ما هي؟ كلك نظر بقى يا جبر يا اخويا. يعني ده خلاص اخر كلام؟ ايوه. مش عايز حاجه؟ انت يا بنت، انت يا ولد، امي عايزاك جوه. صباح الخير يا بنت. صباح الخير يا نفيسه. انت كمان مش عايزه حاجه من اول ما هي؟ عايزه بس مكسوف. لا قول، ما تكسفيش. اقول لك وما تقولش لامي وابويا؟ ليه، في حاجه سر؟ قوي. ايه؟ عايزه قلم احمر. حبر ولا جاف؟ حبر. ايه يا جابر؟ عايزه قلم احمر زي اللي بيتحط هنا اهو. اه. انت هتتزوق يا بنت ولا ايه؟ ما تزوقش ليه؟ مش اخت باشمهندس قد الدنيا؟ اه صحيح. انا قالتني الحرف. بس يعني ما تزودش ولا تكتر يعني. كم حته قماش كده على جزمتين بكعبه بس. نفيسه يا نفيسه. ايوه يا امه. اوعى تنسى يا جابر. ها حاضر. يا زهر يا حلوه، هنقضي مع بعض السنه دي. يلا على راي المثل، الجزمه اللي تعرفها احسن من الجزمه اللي ما تعرفهاش. يا الف مرحبا، يا الف مرحبا. الدار نورت. الف مبروك يا ابو الحاج. الله يبارك. الف مبروك. شوية بتوه ومرحرح أم عاملاهم لجابر. كتر خيرك. ودي بطايه مزغطه ترم جدته علشان يستلم الوظيفه الجديده وهو ماسك حيله. تشكر يا جابر. العفو. وده بقى النش يا ابو الحاج والفطير المشلتت اللي دايما بيحب. مبروك في الافراح ان شاء الله. والله فرحنا بوظيفه جابر. الف مبروك. الله يبارك فيه. انا هو هيشتغل ايه في مصر؟ مهندس جيولوجي. يعني في السكه الحديد. جيولوجي يا ولد. يعني من اللي بيدوروا على خيرات ربنا تحت الارض. تحت الارض؟ تحت الارض ده ايه بقى؟ هو في تحت الارض غير بسم الله الرحمن الرحيم؟ كتر خيرك. وانا برضه كنت بقول كده زمان. وبعدين جابر فهمني اللي في تحت الارض حديد ونحاس وجاز كمان. جاز؟ يا سلام يا اولاد، اهو كده كويس. يبقى الواحد بدل ما يروح الكوبانيه يشتري صفيحه جاز يروح يشتريها من جابر ويبقى هيكرمنا طبعا. ايوه، علشان يديك متر زياده تغسل بيه راسك عشان السكان اللي فيها يعزله. اهلا اهلا وسهلا. سيجار. نعم. انا عايز راديو ترانزستور من غير حجاره ومن اول ما هي. الله، طب ما هو كله بالحجاره يا مغفل، كله بالحجاره. معاني كمان ما اقدرش ادفع ثمن الحجاره ويطلعوا فاضيين. والله يا سيدي الغاوي نقط بطاقتي. مالكش دعوه انت. شوف بقى، بيني وبينك انا سمعت ان في راديو في مصر بيشتغل بالحطب. حطب؟ تولع الحطب وتحط الراديو فيه، يوم الراديو مولع على طول. يا ريت يا جابر، ده حتى الحطب ما فيش اكتر منه في دارني. بيقولوا ان في حبوب في مصر بتخلي الواحد. الله، هو انت مش ونص؟ انما زياده الخير. الله، هو كلكو. شو بقى ليكوا عليا، هجيب له كل واحد فيكم حبايه يخليه ليل ونهار. ابويا عايزك يا جابر. عن اذنك. يوحشنا يا ابو جابر. خير يا ابو؟ حصوه في عيني اللي ما يصلي على النبي. هيحسدونا على ايه يا اما بس؟ مهندس قد الدنيا، مفيش في البلد كلتها زيك. بطلي كلام هيتاخر. يا اسكت انت، مالكش دعوه. اخدت جواب الوظيفه معاك يا حبيبي؟ معايا يا اما، ما تخافيش. انا يعني شالوا في جيبي. هاتوا النبي ابوسه تاني، ابوسه تاني. يا ولية قلت لك بطلي كلام احسن هيتاخر. ليه؟ حاضر. يلا بمر منك يما. يلا يلا. مع السلامه يا حبيبي. نعم يا ابا. خد دول. ايه دول؟ امسك بس. هم قليلين صحيح، بس انت عارف العين بصيره والايد قصيره. يابا انا اتوظفت خلاص، خلي دول لاخواتي. لسه قدامك شهر بحاله على ما تقبض، واكيد هتحتاج لمصاريف. ربنا يقدرني على رد جماهيركم يابا. انا واد التوابه، كل واحد يشيل شيله وعم حتى بسرعه يا ولد. انا بس انا هعمل ايه بالطول؟ هو انا مهاجر يا اخوانا؟ اسكت انت امال كده. يلا يا اولاد. مع الف سلامه. ربنا معاك. مع السلامه يا جابر. السلام عليكم. خلي بالك من روحك يا جابر. مع السلامة يا جابر. اوعى تنسى اللي قلتهولك. مع السلامة يا سيدي. مع السلامة. ربنا يجيبك بالسلامة. عينيا يا سيدي. حاضر. حاضر.
سامحيني يا الله. ما عندكش فكرة يا بابا كنت بتعذب قد ايه لما ضحكت عليك واستغليت جهلك بالقراية والكتابة وسبتك تبوس جواب الوظيفة وانت فاكر ان انا هشتغل مهندس زي ما تمنيت ولا امي المسكينة كانت بتزارت وزارتها بتسمع البلد كلها يا ترى اعرف اخبي عليكم لحد امتى صباح الخير. ايه يا جماعه؟ لا نفضل واقفين كده ولا ايه؟ يا حضره يا حضره. ده مين؟ فين يا اخ الموظف المختص اللي هيسلمنا جواب الشغل؟ بيفطر. انت من نص ساعه قايل انه بيفطر. الله، فضل وهيشرب الشاي، هو حرام يشرب الشاي؟ هو حرام يعدل دماغه ولا مش بني ادم يعني؟ خلاص ساعه البي ما تزعلش نفسك، بس وحياتك تترجاه يجي يقابلنا قبل ميعاد الغداء ويشتغل فيها. حاضر يا رايق. حاجة تقف، مش كفاية الواحد يبقى خريج زراعة وكمان يعني في مستشفى. ما المستشفى برضو فيها جنينة وزرع وعايز اللي يسقيها ويرعاها. يعني هيشغلوني جنايني على كده؟ بصراحة احنا جيل حظ ونحس، ملناش اننا نقرر مستقبلنا. نيجي ندخل الجامعة مكتب التنسيق يوزعنا على كيف، نيجي نشتغل مكتب القوى العاملة برضو يشغلنا على كيف. مفيش حد له رأي في أي حاجة أبدا. بيني وبينكم أنا سمعت إن الجواز كمان هيكون عن طريق مكتب زي مكتب التنسيق. حقيقي هيدوك استمارة تملاها حسب رغباتك، بعد أسبوع تطلع النتيجة وتلاقيهم مجوزينك حسب رغباتهم هم. الله، إذا كان كده بقى الواحد يلحق يتجوز قبل ما يدبسوه. تجوز منين يا حسن؟ ده يا دوبك اللي هيديهولك مش هيكفيك سندوتشات ومصباح. أمال كنا بنذاكر ونكسر دماغتنا ليه في المذاكرة؟ عشان العلم نور، وبما إن الكهرباء بتتقطع كتير الأيام دي يبقى لازم نتعلم علشان ننور روحنا. يلا عاوزين نخلص في اليوم اللي مش فايد. بنحل كلمات متقاطعة لأنكم بتودونا وظائف بعيدة عن دراستنا وبتودونا محافظات إحنا مش منها، يعني نسكن بكام وناكل بكام؟ بدل ما تتريقوا قولوا الحمد لله إن الحكومة لقيت لكم حتة تشتغلوا فيه. يا عم بلا تنسيق بلا حاجة، خلصنا بقى خلينا نمشي. أنا شخصيا راضي وسعيد وببوس إيدي ووشي وظهري. يا عم أنت حظك من السما رايح حتة آكل راحة. إنه في يوم 23 نوفمبر سنة 1966. أهلا شجابي، شغلوك ولا لسه؟ شغلونا يا سيدي، وأنتوا أخبارتوا إيه؟ داخلين نستلم جواز التعيين. وإيه الحاجات دي بقى؟ دي عربية جابها لي بابا بمناسبة نجاح. لا انا قصدي على التهاوي الافرنج اللي قاعدة جنبي دي. سونيا خطيبتي اللي مدة 12 ساعة. ايه وطولت معاك كده ليه؟ تعالى ما اعرفك عليها. اهلا يا شيخ جابر. ازيك يا شيخ جابر؟ حضرتك تبقى سونيا وحضرته بقى يبقى الشيخ جابر زميلنا في الكلية اللي كان بيغششنا كلنا. قول لا شاطر للدرجة دي؟ هو شاطر في حاجات وخايف في حاجات، والمصيبة انه خايف في الحاجات المهمة. طب وبعدين بقى مش كده النهارده؟ المهم انت جيت امتى من البلد؟ النهارده. يبقى هناكل الزبدة والفطير اللي مشلت ده يا جدعان. سهرة النهارده عند جابر يا جماعة. جابر مين يا عم؟ ده انا لسه ساكن جديد في حتة أوضة وصالة على سطح. حضرتك قلت سطح؟ أيوة يا ست هاني. متأكد؟ مش متأكد ازاي والسلالم قطع نفسي كل يوم. الله يجنن يجنن. هو ايه ده اللي يجنن يا فندم؟ السهرة في الروف طبعا. تصوروا تصوروا سهرة شعبية فولكلورية، مش بتسمى حاجة اوريجينال؟ خلاص بقى يا اخي، هو في حد غريب؟ ايوه بس مفيش بس يا جماعة الليلة دي هنعمل جلابية بارتي عند جابريتو. ايه جابريتو؟ انتوا غيرتوا رايكم وهتسهروا في حته تانية؟ حته تانية ده ايه؟ مش بتقولوا هتسهروا عند جابريتو؟ جابريتو ده يبقى انت
انا جبريته؟ يا نهار اسود، ده انا ابويا وامي لو عرفوا ان انا جبريته يقعوا من طولهم. مساء الخير. يا ريت يبقى بوس بس علشان الفلاحين يجنن جنان. مش بقول لك الشيخ جابر ده كله بركه. بتاخد لك فوق. دي بير. ايوه يا سيدي. مظبوط. هي البيرة مش حرام؟ بعد ما ربحتها كلها يا جدع تقول دي حرام. اوه تعالى معايا يا جابريتو. الواحد مش هيعرف ينام في البيت المهبب ده. انت صحيت يا مرزوق؟ ما انا خايف انام، خايف انام النجفه دي تقع على نافوخي تفتحه. كان مستخبينا فين ده كله يا ربي؟ بيت طول عمره محترم يجي على اخر الزمن ساكن يسكنوا فيه يقلبوا كباريه. انت ما تعرفش بيشتغل ايه؟ وانا اعرف شكله لما هعرف شغله، ومع كل لازم اعرف حكايته ايه بالظبط. لا اعمل معروف يا مرزوق، مالناش دعوه. مالناش دعوه ازاي؟ ده المثل بيقول اسال عن الجار قبل الدار، واحنا عندنا اولاد في سن صعبه محتاجه الجيره كويسه، مش لكباريهات تتفتح فوق السطوح. هنذاكر بقى ولا ايه؟ ناس هايصة في المزيكا وناس لايصة في المذاكرة. كان نفسك تكون معاهم فوق مش كده؟ هو يعني حرام؟ مش النبي وصى على سبع جار؟ ولا يعني الجيران ما عرفوش بعض الا عشان يسلفوا زيت وسكر؟ ذاكروا وبطلوا نقرة، في ثانوية عامة عاوزة مجموع. حاضر يا بابا. حلوة أوي الحتة دي، نفسي اقوم ارقص. بطل بقى، قال يعني بتعرف ترقص قوي. ذاكر ذاكر. انا ايه؟ طب اتفرجي بقى. اقول لكم ذاكروا. بنذاكر بنذاكر يا بابا. تنقسم السوائل من حيث توصيلها للتيار الكهربي الى واحد، السوائل اللي هتوصل التيار الكهربي مثل الماء النقي، الكحول. ايه ده؟ سوائل. شايفة ست هانم العدوى اللي جات لنا بالجيران؟ عندك حق يا اخويا. اتفضل اقعد. انا هقعد لكم هنا. بتعمل ايه؟ هوضب الكاسات. خد شفطه من كاس. أنا قصدي مش شرير. عشان خاطر نفتلين. صح. يلا بقى نقعد. أنا أصلي مش رئيس. إيه ده؟ عمرك ما رقصت خالص؟ رقصت مرة بالعصاية في بلدنا. كان فرح ناس قريبة. العصاية جت في دماغ العمدة فتحتها. هو ما جروش حاجه لانه كان باروسين. العصايه بقى جت في الراس الاستبل، يوميها بدل ما يزف العروسه راعوني على وزفوني على المستشفى الامير. طب يلا نرقص بقى. ايه ده؟ مش كده؟ امال ازاي؟ قرب عليا كده كده كده.
طب ممكن اشرب واحد نفتالين اللي معاكي علشان اعرف امسك نفسي كويس؟ ما انت شربت كافي وخلصت. خد شويه مني. ده نفتالين برضه؟ لا وانت السادس ده توكسافير. هم عملوا من التوكسافير خمره؟ من زمان يا حبيبي. هو مش التوكسافير ده يبقى حرام؟ تعرف ان دمك خفيف وممكن يطلع منك شيء مش بطال؟ وده تطلعيه ازاي ده يا استاذ؟ اولا تبطل الطيبه زياده عن اللزوم اللي بتتعامل بيها مع الناس دي لانها واضحه فيك قوي. عندك حق. انا حاسس ان انا ضايع وحقي رايح. مش عارف اذا كنت انا الصح ولا انا الغلط. ده شيء طبيعي جدا 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 لاننا في زمن بيعتمد قوي قوي على المظاهر. القوي فيه صوته مسموع وكلمته ماشيه، انما بقى الطيب ده بيعتبروه كده ضعيف ويضيع في الرجلين. والله عندك حق، بس الواحد ازاي يغير طبعه بعد العمر الطويل ده كله؟ بسيطة خالص، مجرد انك تترسم على الناس. يا سلام، الرسمة دي تبقى ازاي؟ اولا لازم يكون عندك ثقة في نفسك، ثانيا تبص لأدخن واحد من تحت عينيك وتكلمه من طرف مناخيرك. ساعتها بقى الكبير قبل الصغير هيعمل لك ألف حساب ويقول لك جابر بيه بكل احترام. إذا كان على كده بسيط، أنت حتى النفخة كدابة مفيش أسهل منها. جابر، فين المزة يا جابر؟ نعم؟ أنت بتقول أنا فين المزة؟ فكأني بشتغل عند أبوك. جابر، رأيك يا جابر؟ المزة قدامك، يلا دخلها جوه. ما تنفذش المزة، بس ما تنفذش المزة. هايل هايل تجنن. تعرف ان يجي منك بسرعه يا جابر؟ جابر بيه من فضلك. لا مش عليا انا، تعال تعال معلمك الرقصه دي. رب رقصه نافعه. وبعدين بقى كنت يا اخويا عامل زار. بتضحكوا على ايه انت وهي؟ ذاكروا دي شهاده وعايزه مجموع. نهار اسود، السقف هيقع علينا يا حفيظه. والعمل بيغزو. انا هطلع اوقفه عند حد وبلاش كلام فارغ. اديني الروب. بلاش يا اخويا، انت عصبي وصاحب رايك. اديني الروب. حاضر يا اخويا. خلاص يا بابا بقى، اهي الليله وتعدي. ليله مين؟ المسائل دي لازم يتوضع لها حد، والا هتبقى كل يوم الحكايه دي والثانويه هيبقى راحت عليها وانتهينا. اديني الروب يا حفيظه. عايزين لبن النهارده. انا مش بتاع لبن يا سيد. ما عندناش مكواه. انا مش بتاع مكواه يا حضره. يبقى مفيش زباله، وتفضل بقى خلصنا. برافو عليك، تجنن هامل. كله من ده وحياتك. قلنا مفيش زباله. زباله مين يا افندي يا مهزأ؟ يا وكمان بتشتم؟ تقلب البيت كباريه ومش عاوزني اشتم؟ انا بمارس حريتي الشخصيه في شقتي. مفيش حاجه اسمها حريه شخصيه، في اصول. الله 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 الله، انت بتتكلم في السياسه؟ انت عايز تقول ان البلد مفيهاش حريه؟
ومين اتكلم في السياسة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب يا ابني مش تعرف أنت بتكلم مين الأول بدل ما تضيع نفسك في شربة مية؟ يا أستاذ أنا على كل حال هتعرف نتيجة كلامك ده بعدين، وساعتها هتبكي مش هرحم عينيك، هتشكي مش هسأل عليك، لأن في ناس تانية هتتكلم معاك مش أنا. والله يا سعادة البيئة أنا ما أقصد حاجة، سيادتك مش فاهمني. مع السلامة. عظيم عظيم كلفت مش كده؟ طبعا، ومن هنا ورايح هتلاقيه عامل لك الف حساب. انا كمان كل ما حزني هستعمل الطريقه دي. يلا فيها تواضع بقى. عملت ايه يا بابا؟ حصل ايه يا مرزوق؟ ها يا بابا، يعني المزيكا فوق زي ما هي، يا تذاكروا مسكات يا تدخلوا اوضكوا تناموا، كلام كتير مش عايز. قول لنا حصل ايه بس؟ هنذاكر ولا ننام ازاي في الزيطه دي؟ ما اسمهاش زيطه، اسمها مزيكا، والمزيكا طول عمرها بتريح الاعصاب، وهي مسليانه على الاقل، يعني مريحه الراديو عندنا شويه. تعالي معايا يا حفيظه انا عايزك. طيب يا اخويا. اقفل الباب وراك. حصل ايه يا مرزوق؟ في ايه يا اخويا؟ احنا مالناش دعوه بالجدع ده، ده باين عليه مرابط ويظهر انه من الجماعه اياهم. جماعه ايه يا مرزوق؟ بتوع المخابرات. يا لهوي، مش لوحده، لقيت معاه كمان ستات ورجاله من بتوع المباحث، زمايله لابسين هدوم الشغل. لابسين هدوم الشغل؟ ايوه، الجلاليب بتاعتهم دي اللي على كل لون. يا ساتر يا رب، لكن انت اتاكدت من الحكايه دي ازاي؟ هو انا صغير يا حفيظه، انا افهمها وهي طايره. غير كده اول ما جيت اخش فيه شمال راح مقفل عليا وملبسني تهمه، رحت واخد بعض من سكات ونازل. خير ما عملت يا اخويا. انا اللي قلقني قوي وجودهم هنا في البيت، اكيد مرقدين لحد من السكان. السكان؟ السكان كلها غلابه، ابراهيم المكوادي والحاج جمعه الجزار والشيخ عبد العزيز المقرب. يبقى ما فيش غير احنا. احنا مالنا يا اخويا؟ اوعى يا حفيظه تكوني اتكلمت كلمه كده ولا كلمه كده. هو انا بشوف حد ولا بقابل حد يا مرزوق؟ ده انا طول النهار في حالي، قافله بابي عليا، حتى الرغيفين العيش اللي بيجيبهم الراجل باخدها منه من الشراعه. بتاع العيش؟ اكيد هو. هو ايه؟ اوعى تكوني قلت له ان الرغيف لونه اسود، ولا رديته زياده، ولا ناقص وزن، ولا مش مستوي. لا وحياتك يا مرزوق، ما قلت حاجه زي دي ابدا. مفيش اكتر من انه يقول لي اتفضلي العيش، اقول له يزيد فضلك يا اخويا، وراح مدياله الفلوس. امال ايه الحكايه بس؟ تكونش انت في شغلك صدر منك حاجه كده ولا كده؟ حاجه ايه بس؟ ده انا لما بشوف واحد زميلي فتح الجرنان بسيبه واروح اقعد بعيد. خلاص يا اخويا ما تشغلش بالك قوي كده. ما اشغلش بالي ازاي؟ دول بياخدوا الناس من الدار للنار، اي حد منهم يقول لي حاجه للحكومه بتبقى صح. والعمل يا مرزوق؟ احنا هنقفل بابنا علينا ومالناش دعوه بحد، ان شاء الله يهدوا البيت باللي فيه، هم حرين، دي بلدهم ويعملوا ما بدلهم. خلاص يا اخويا اللي تقول عليه. شيلي معايا السرير علشان خاطر نبعده عن النجف، عشان لو وقعت ما تقعش علينا. حاضر. انت لسه بتكح يا حفيظة؟ بسيطة يا مرزوق. هو الدواء خلص؟ دواء ايه مرزوق؟ الشافي العافي هو ربنا. معلش، ربنا برضه هو اللي خلق الطب والدواء. ولادنا محتاجين لأي قرش، مش قادرين نجيب لهم هجمة. قول يا رب. يا رب. هنا في نظام، في انضباط، مواعيد الحضور والانصراف مقدسة. تيجي متأخر وتقول لي زحمة مواصلات، آسف. تزوغ بدري وتقول لي قبل زحمة المواصلات، برضو آسف. شغلتك هنا استلام وتسليم، واضح؟ يا جدع انت بتبرمش لي كده ليه؟ لا سعادة البي، اصل عينيا لو مؤاخذة بيبقى فيها تقل، فبيبان انهم بيبربشوا يعني. ما تخليهمش يبربشوا تاني مرة قدامي.
مفهوم؟ مفهوم يا ساعة البيه. يبقى خليهم يبربشوا مرة تانية وشوف اللي هيتغلط ايه. خد جابر افندي سلموا الوارد النهارده. حاضر. اتفضل معاه يا استاذ. السلام عليكم. ربنا يديك الصحة ويكفيك شر المرض يا شيخ. اتفضل. استلم يا سيدي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة حمير ومعزة وادي حصان غير الثلاث كلاب اللي أنت استلمتهم. تمام؟ امضي بقى يا سيدي عشان تستلم من غير شهود. البهام دي كلها مش كفايه على الشهاده؟ حلوه دي. صباح الخير. انت اسمك حبلص مش كده؟ محسوبك جابر عبد ربه. نعم؟ لا انا مهندس جيولوجي. عينوني هنا عشان دي سياسة عليا للدولة. طبعا احنا ما نفهمش في السياسة العليا بتاعت الدولة. ولا انت ايه رأيك؟ ارفض ازاي بس؟ ما عندكش فكرة الظروف وحشة قد ايه؟ البدلة اتقلمت من كتر العشرة. القميص بيقول ارحموني. الشراب قدم استقالته من سنتين. يلا حكاية بقى دراما على الآخر. ها؟ مش واخد بالك انت ولا ايه؟ اي حاجة أحسن من مفيش. هنعمل ايه؟ عن إذنك هروح أكتب جواب لعمك أبو جابر. ها؟ هنتكلم كلام كتير بعدين. والد عزيز، أكتب إليك رسالتي هذه من وسط حقول البترول ومناجم الفوسفات والحديد. يلا والذهب كمان. هو يعني هيجي يفتش عليا؟ معقول يكون حد من الجماعة دول قدم فيا شكوى كيدية؟ لكن ده انا كويس معاهم كلهم. هيشتكوني ليه؟ صباح الخير يا استاذ مرزوق. صباح الخير. المواصلات. صباح الخير يا استاذ غنيم. صباح الخير يا استاذ عادل. ايه ده يا استاذه فاطمه؟ انت هتطبخي في المكتب؟ اعمل ايه يا مرزوق افندي؟ اذا كان كل يوم على مرجع البيت يكون راح مني ساحتين في الاتوبيس وزياده. ايوه بس دي شركه محترمه، ما يصحش يبقى فيها طبيخ. حضرتك زعلان ليه يا استاذ مرزوق؟ ما كل الشركات بيطبخوا فيها، ولا من شاف ولا من دري. شركات مين يا عم؟ ده انت لما تمشي قدام اي وزاره تشم ريحه الطبيخ من على بعد كيلو. الله 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 الله، لزوم ايه الكلام ده؟ انا بصفتي هنا رئيس المكتب لا اسمح بالكلام ده اطلاقا. جميع شركات القطاع العام عظيمه وجميع الوزارات اعظم، والعزه للوطن. يعني اطبخ ولا ما اطبخش يا مرزوق افندي؟ خايف اقول لها ما تطبخيش تكون هي اللي بترقعني الشكاوي. اطبخي يا استاذه فاطمه اطبخي، بس يبقى خلي بالك لو حد دخل علينا يبقى داري المسائل دي شويه. دي مسؤوليه برضو، وانا صاحب عيال. حاضر يا مرزوق افندي ما تخافش. هو ماله مش طبيعي النهارده ليه؟ ده من ساعة ما جه هو عمال يبص لنا من تحت النضارة. صباح الخير يا مرزوق اخويا. اهلا يا اسماعيل. ازاي الصحة؟ اهلا تعالى. عملت ايه في الجمعية؟ كله دفع والفلوس اهي. يا ما انت كريم يا رب. اهلا بك. ها ايه الاخبار؟ ما حصلش حاجه من ساعتها. طب كويس. الاولاد فين؟ جم المدرسه ودخلوا اوضتهم وبيذاكروا. طب كويس. ايه ده كله؟ لا 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 سيبي كل حاجه وخصوصا اللفه دي، مالكيش دعوه بيها، دي واحده بس.
مظبوط، هي الحيطة دي، هي دي. جبت دول منين يا مرزوق؟ كتبتهم عند واحد خطاط صاحبي. والله يا حفيظة قعدت ساعة بحالها أنقي واختار لحد ما رسيت على دول. حكم عنده بقى شعارات مندي كتير قوي. بس لازمتها ايه الحاجات دي يا مرزوق؟ لازمتها ازاي؟ دول يمكن يبعدوا عنا مصيبة تقيلة. اتفرجي. شوف يا حفيظة. ايوه. شايفة؟ شايفة الكلام؟ يا سلام. شوفي شوفي. شوفي شايفه يا حفيظه؟ ايوه يا اخويا. شوفي. ايوه. تعالى اما اقول لك بقى. نعم. علشان العيال ما يسمعوناش. ايوه. ابقى بين وقت والتاني يسيب باب الشقه موارب. ايه؟ علشان طالعين ونازلين على السلم. ايوه. يقروا الشعارات. حاضر. يلا. حاضر يا اخويا. الله، انت جيت يا بابا؟ ايوه يا حبيبي. هو احنا مش هناكل بقى؟ الله الله، ايه يا بابا الحاجات دي كلها؟ محدش يلمس حاجة، أبوك عارف هو بيعمل إيه. يلا يا أمين، فض الحيطة اللي هناك دي عشان تعلق فيها الشعارات، وأنت يا منى ساعدينا عشان نعلق في الحيطة دي وهات لي الدبابيس. لكن ليه يا بابا؟ من غير ليه، من غير أسئلة، اشتغلي وأنت ساكتة. اسمعي كلام أبوك يا منى. يلا بهمة شوية علشان نلحق نتغدى. طب حذر بقى، إحنا طبخين إيه النهاردة يا بابا؟ لا حول الله يا رب، هو الطبيخ ده ورايا ورايا في كل حتة. عاملين قرعة هتاكل صوابعك وراه. تاني قرعة، ما احنا كنا منه كتير لحد ما زهقنا. هو اللي مالي السوق، فضلت الف لما قلت يا بس ما فيش غيره. ايه يا بابا الاكياس دي كلها؟ عندك الكيس الاصفر بتاعك افتحه. الله، مش معقول. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. الله 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 الله. أنا عارف إن كان لازم أشتراك الحاجات دي من زمان، لكن أنا كنت منتظر لما تنزل حاجة كويسة في السوق. ربنا يخليك ليا يا بابا. وأنت يا منى تعالي. خدي دول علشانك. وخدي دول كمان بقى علشان تاخدي دروس خصوصية في الرياضة، لازم تتقوي فيها. خلي الفلوس معاك يا بابا. أنا بذاكر كويس ومش محتاجة للدروس. أنا عارف إن أنت بتذاكر كويس، بس أنت داخلة شهادة وعايزة مجموع، خدي. لكن الحاجات دي كتير قوي يا بابا. جرى إيه يا أولاد؟ ده أنتوا أولاد مرزوق أفندي، على سن ورمح، ما تقولوا لهم يا حفيظة، خدي. ربنا يخليك لهم. أنت ما دام دعيتي للدعوة دي، الدواء بتاعك أهو. أنا كمان. أنا ليه يا برا كلمتي؟ من بغلي اللي بندكر وبشرب. صحتك بالدنيا عندي يا حفيظ. ربنا يخليك لي. قول يا مرزوق. نعم. جبت الفلوس دي منين؟ دي ما هي على القد. ما انا كنت عامل جمعيه وقبضتها النهارده. طيب مش كنت جبت لك قميصين تلبسهم قدام الناس؟ يا ست القمصان الموجوده هتقضي. دي قاتهم دابت. دوريهم الناحيه التانيه. دورتهم مرتين. طب اقول لك، القمصان الطويله خدي من تحت واعملي لي ياء، والقمصان اللي كمامها طويله خدي من الكمام واعملي ياء، وهو يبقى قميص نص كم. ماشي نفسك وهتتدبر يعني، ما تدقيش. ايه ايه رايكم؟ ما شاء الله، شايف الحلاوه يا مرزوق. امال هتقولوا ايه عليا انا بقى؟ بسم الله عليك. ربنا يخليكوا ليا. يا رب. ربنا يخليك لينا، انت احن بابا في الدنيا. ربنا يخليك لينا يا بابا. ما تفرقوا بقى وتروحوا تحضروا السفره. يا حبيبي. شايف يا مرزوق، شايف فرحانين بيك ازاي؟ تعرفي يا حفيظه؟ ايوه. فرحتهم عندي دي بالدنيا كلها. ان شاء الله حتى البس القمصان من غير ياءات. المهم المهم ربنا يسترها معانا لحد ما نربيهم. ان شاء الله يا رب.
لا اتفضل حضرتك الاول. لا والله ما صحش. تصور حضرتك السلمه دي دايما توقعني مع اني كل مره باخد بالي. هو حضرتك ساكن هنا ولا جايز بقى؟ لا ساكنه طبعا. انا كمان ساكن. ما انا عارفه. اتفضلي. اتفضل حضرتك الاول. لا ما صحش. ميرسي. انا اسمي جابر. جابر عبد الرب. وانا اسمي منى. عشت الاسامي. ميرسي. انا مهندس جيولوجي. وانا في الثانويه المدرسه الاهليه للبنات شعبه علوم. باذن الله هتنجحي. ميرسي. تعرف ان المستقبل كله لدراستك؟ اه اكيد طبعا، وده كان واضح من اول يوم انا اشتغلت فيه. اتفضلي. اتفضل حضرتك الاول. لا والله ما صحش. ميرسي. على فكره انا كنت عاوز اعتذر لك على اللي حصل من بابا. بابا مين؟ بابايا انا. بابايا بابايا انت باباكي. سألك تعبيرك معايا. بقول لك ما تيجي واحده واحده من الاول عشان نفهم يعني. مش في واحد امبارح طلع يعاتبك على الهيصه والزيتة؟ اه الراجل اللي عامل زبط بتوع الزبادي ده. ده بابا. باباكي بتاع الزبادي؟ زبابة بتاعكو بتاع ايه؟ بتاع بابايا؟ بابا بزازة في ال في ال في ز ز ما اصلا ما يعني انا ما عنديش فكرة ان بتاع زبادي يبقى في. انا اسف جدا. يا سلام يا سلام. سيب اللي في ايدك يا حفيظة واسمع الميثاق. اسمعيه علشان تستفيدي. حاضر يا اخوي. ان النصر ضد الاستعمار لم يكن نهايه المطاف، وانما كان بدايه العمل الحقيقي، وكان مجرد مركز اكثر ملائمه لمواصله الحرب من اجل الحريه وضمانها مزدهره على ارضه الى الابد. اتفضلي. لا اتفضل حضرتك الاول. لا والله ما صحش. باين على حضرتك زعلت فجأة. هو في الحقيقة أنا يعني زعلان ومكسوف. بس أنا اعتذرت لك. هو أنا أصلي زعلان ومكسوف من نفسي، يعني اتضح إن أنا مش لابد. بابا على قد ما هو صعب وعصبي لكن قلبه طيب وزمانه ليه؟ بس انا لازم اعتذر له وابوس راسه. يا خبر مش للدرجه دي. اتفضل. راح فين؟ هما خلاص وصلنا شقتنا. اه قام بسرعه كده. اول مره اطلع السلم ونفسي ما تقطعش. وانا كمان. يا ريت دايما نطلع مع بعض. شوفي مين يا حفيظه. حاضر يا اخويا. غداة النصر العظيم في السويس. لمن هذه الاراده الحره التي استخلصها الشعب المصري؟ مساء النور يا من نور. قلب المعركه الرهيبه. باين عليكي مبسوطه. لازم الحصه كانت كويسه قوي. كويسه وبس. دي احسن حصه خدتها في حياتي. ولسه كمان لما هتخشي في المقرر اكتر واكتر هتحب الرياضه قوي. إذا كان على كده بقى أنا حبيتها خلاص يا بابا. برافو برافو. عن إذنك. لمن هذه الإرادة الحرة التي استخلصها الشعب المصري من قلب المعركة الرهيبة، وكان الرد التاريخي الذي لا رد غيره هو أن هذه الإرادة لا يمكن أن تكون لغير الشعب، ولا يمكن أن تعمل لغير تحقيق أهدافه. فهمت يا حفيظة؟ آه. شكرا. إن الشعوب لا تستخلص إرادتها من قبضة الغاصب ولكن.
اهلا بيك. انت بتعمل ايه هنا؟ لا ابدا، اصل انا كنت راكب اتوبيس وبعدين الاتوبيس تعطل، قالوا لنا انزلوا واللي يحب النبي يزق. قعدنا نزق 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 لغايه الاتوبيس ما اشتغل، الركاب رجلوا الاتوبيس وانا ما لحقتوش. وبعدين بقى فضلت ماشي ماشي ماشي، بلد تشني وبلد تحطني لحد ما تعبت. قلت اقف استريح شويه، لقيت نفسي واقف قدام المدرسه بتاعتي وانا ما اعرفش. يا سلام على القسمه والنصيب. مش كده والنبي؟ انت مروح؟ وانتي؟ انا مروح. عندك مانع نروح سوا؟ اخاف حد يشوفنا. انا حاسس ان انت عايزه تقولي حاجه بس مكسوفه. وانا متهيألي ان انت عايز تقول حاجه بس مكسوفه. اما هي دي المصيبه بتاعتي، دايما ببقى مكسوف. اصل هقولك على حكايه. وانا صغير كنت شقي جدا جدا يعني، فكانت والدتي دايما تقول لي يا واد الكسف كسف، يا واد الكسف، لحد ما بقيت زي ما انت شايفه كده مكسوف واهدى شويه. تعرف ان ده ما خفيفي بشمهندس؟ ربنا يبقى بخاطرك. اتفضلي. لا اتفضل حضرتك الاول. لا والله ما صحش يعني. ميرسي. يا سلام. لو تعرف قد ايه هي حلوه وجميله ورقيقه. ولا ضحكت وهي مكسوفه. ولا هديه وهي بتسلم علي. تلاه وعلى هديه. دي بتطلع كهرباء يا جدع. بس تعرف حضلص، انا حبيتها من اول نظره ومش عارف اعمل ايه. ما انا كمان اصلا انا بضرب لخمه اول ما بشوفها ما بقاش عارف اقول حاجه. تعرف نادرا عليا لو ربنا اكرمنا في المسائل دي والعمليه بقت فلاني هجيب لك بشير الكرشه ولحمه راس. ايه؟ تعطل امبارح عشان يتعطل النهارده. طب ما انا عارفه. عارفه؟ الله ده انا قافل بقى. تعرف؟ دي أول مرة أتكلم فيها مع واحد غريب. وأنا كمان. وتعرف كمان دي اول مره اخرج فيها مع حد غير بابا او ماما او اخويا. وانا كمان. لا انت بتضحك عليا بقى. معقوله بقى ما كانش لك صاحبه قبل مني؟ انا حياتي يا منى كانت غير الناس كلها. في الوقت اللي كان اي شاب بيحس بالحب وبيبقى مشغول بيه، كنت انا بحس بالمسؤوليه اللي قدامي وبابا مشغول بدروسي. كنت بذاكر الليل ونهار علشان انجح واحقق املي واسعد الناس اللي حواليا. واديك نجحت وبقيت مهندس جيولوجي قد الدنيا. قصدك مهندس حيوانات؟ ايه؟ القوة العاملة بعد شقى السنين دي كلها عينتها في جمعية الرفق بالحيوان. ليه؟ معرفش. ولا يهمك. وانت بتشتغل دور على وظيفة تانية. ومع الصبر هتلاقي الشغلانة اللي انت تحبها. تعرف يا منى انك إيه؟ هو يعني زي ما تقولي كده انا حاسس ان انا او بمعنى اخر يعني يعني عايز اقول يعني ما تقولش حاجه. انا حاسه بكل اللي انت عايز تقوله. فاهمه؟ صحيح. عارفه منى؟ عارفه ايه؟ أول مرة أحس إن بتوع الثانوية العامة أجدع من بتوع البكالوريوس.
الساعة كم عندك في المنبه يا حفيظة؟ الساعة 8 يا أخوي. معلش وقت. الراديو فين؟ جوه عند الولاد. يا منى هات الراديو يا منى. يا حفيظة 100,000 مرة قلت الراديو ده يتصلح. ما احنا مش لاقيين لومض يا مرزوق. هات يا ستي، انت فاتحة الراديو على المزيكا، حد دلوقتي بيسمع مزيكا؟ أنا قلت 100 مرة الراديو ده يبقى دايما مفتوح على الأخبار والأناشيد الوطنية. أنا عارف بعمل إيه. حقائق يقدمها أحمد سعيد ومحمد عروق. يا ما بعرفش أذاكر والراديو ده صوته عالي. اتعودوا من هنا ورايح تذاكروا هو صوته عالي. وأنت عارفة ليه؟ عارفة يا أخويا عارفة. طب نسمع مزيكا بدل اللي بيتقال ده. يا نهار أسود، شوفوا بنتك اللي عاوزة تودينا في داهية. أبوكوا أدرى بمصلحتكم. اتفضلوا روحوا ذاكروا في أوضتكم، اتفضلوا. خلونا نسمع بقى. يلا. خش على الأبواب. يلا. تاني مرة ما تتحسوش بحاجات زي دي. الحقائق اختفى من الوجود أمام سيل الحقائق الذي انهال عليه من أعداء الناصرية. هذا وهمكم الذي تطمعون فيه. أن يختفي البرنامج الذي يفضحكم. يا رب فضح على خير يا رب. إن شاء الله يا رب. نحوركم وقلوبكم. وبعدين بقى هو هيبتدي يمشي ورايا ولا ايه؟ اسمعي، مفيش داعي تتاخر اكتر من كده. الظهر الاتوبيس بتاعك هيتاخر، خد ركبي تاكسي. بس يا بابا. مفيش بس، روح انتي. حاضر. صباح الخير. صباح النور يا سعاده البيه. مش حضرتك برضو اللي ساكن تحتيه؟ خدامك مرزوق الفيوم يا سعاده البيه. اهلا وسهلا، انا اسمي جابر عبد ربه. انعم واكرم يا فندم. الجابر عبد ربه قال، والواحد منهم تلاقي له يجي 100 اسم. انا اسف لان ليلتها قابلت حضرتك مقابله مش ولا بد. يا خبر يا سعاده البيه، ده حضرتك كنت بتمارس حريتك الشخصيه، والحريه دي زي نسمه الهواء محدش يقدر يعيش من غيرها، والحمد لله الجو في مصر كله طراوه وهوا على الاخر. تعرف ان حضرتك راجل ظريف؟ وفي حالي والله يا سعاده البيت، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. وبيني وبينك انا دايما فاتح الراديو على برنامج اكاذيب تكشفها حقائق. وش معنى البرنامج ده بالذات؟ اصله برنامج وطني جدا. ما شاء الله. ولما بسمعه تلاقي قلبي بينط من الفرحه. الساعه جالها كام دلوقتي؟ حوالي 7:30 كده. مواصلات بقى ازاي زفت؟ حلنا بقى على ميجي اتوبيس ونركب. ايوه يا اخويا شدني في الكلام شد، اذا كنت انت حدق انا احدق منك. بقول فين على الاتوبيس ما يجي يكون الواحد داخل الوقفه. وماله يا سعاده البيه، الوقوف الشمس شيء محبب ومفيد للبدن، عشان كده انا شخصيا عمري ما ازعل. الاتوبيس جه ما جاش على راحته. بس الناس وراها مواعيد يا استاذ مرزوق. خلاص يا سعاده البيه، بدل ما ينزلوا من بيتهم 7 ولا 7:30 ينزلوا 5 ينزلوا 4. الله، ما يباتوا في الشغل بقى احسن. وماله، فكره عظيمه وكل فايده للوطن، ثم صحيان بدري كله رياضه. اعتقني بقى وحل عنا الله يخرب بيتك. اهو الاتوبيس وصل اهو. اطلع يا فن على طول، هنا درجه اولى، اللي عايز درجه ثانيه خش جوه. خش يا ست، انت اللي واقف على الباب اللي شايل العيل. خش جوه. خش يا اخينا. اوعى يا ابني، انت اللي واقف في السكه واحد. اوعى. خش جوه. يا ساتر يا رب، زحام غير طبيعي، والمصيبه ان كل يوم من ده، صبح وبعد الظهر. ايوه يا اخويا جرجرني في الكلام جرجر. يا سعاده البيت احنا بنزيد زي الارانب. الحكومه هتعمل ايه بس؟ كان الله في عونها وعوني وعون اللي خلفوني. كل واحد يجهز فك، مش عايزين وجع قلب على الصبح. طب والمطبات دي الحكومه برضه معذوره فيها يا استاذ مرزوق؟ لا بقى، ده بانه ناويلي علنيه. شوف يا سعاده البيت، انا رايي شخصيا المطبات دي مقصوده، لها فوائد صحيه. صحيه ايه؟ ده الواحد جوه الاتوبيس عامل زي اليويو، طالع نازل طالع نازل. ما الحركه دي بتخلي الاكل يتهضم وتخلي دايما نفسك مفتوحه للاكل. اكل ايه يا استاذ مرزوق؟ هو حد لا ياكل؟ ازاي بقى الخير على قفا من يشيل؟ قفا مين يا عم؟ تليك ما فطرتش. كل واحد يخلي باله من محفظته، مش عايزين دوشه ولا وجع دماغ. خش يا معلم.
خش جوه. تصور حضرتك اول ما جيت مصر نشلوا مني البنطلون في الاتوبيس، ولا عرفتش غير بعد ما نزلت في الشارع لما لقيت الناس كلها بتبص لي وتضحك. بنطلون؟ البنطلون يا سعاده البيه ده كانوا كمان هينشلوا السروال، لولا ساتر ربنا الدكه كانت متبده جامد ما عرفوش يقطعوها. بس برضه يا سعاده البيه الحكومه معذوره، لان كل مجتمع فيه الصالح وفيه الطالح. اقول له سروال يقول لي معذوره. ورق تذاكر، تذاكر ورق. لا عنك انت، انا اللي هدفع. لا والله انا اللي هدفع. لا بقى انا زي اخوك الصغير وما تكسفنيش. وانا برضه زي والدك وارجوك ما تحرجنيش. وانا مش فاضلكم، خلصونا بقى خلينا نشوف غيركم. ما تزعقش، اتفضل حضرتك ادفع عشان ما تزعلش، لان انا يهمني رضاك. لا بقى انا اللي يهمني رضاك، وشايفك واخد على خاطرك مني، عشان كده هسيبك انت اللي تدفع. يا عالم خلصونا وخلوا عندكم دم وادفعوا بقى. الله، اتفضل هات تذكرتين وبلاش طولة لسان. يا ناس حرام عليكم، ده انا عمال من الصبح هاتي من اول الاتوبيس، عايزين فكه، عايزين فكه، الله يخرب بيوتكم. مفيش غير كده. طيب تذاكر اهي والباقي اهو على ظهر التذكره، اتفضل. مفيش حاجه اسمها ظهر التذكره، بص لي هنا. شيل ايدك لاخدك على حنطور عينك منك له. يخرب بيتك، الكمساري ودى نفسه في داهيه. مش تعرف في الاول انت بتكلم مين قبل ما تندم؟ طز فيك وفي اللي جابوه. ايه انتوا بتهددوني؟ طب وديني، ما انا سايبكم اللي هتقسم. انا بقى مصمم ان احنا نروح القسم. اطلع السسايل، محدش له دعوه باي حاجه. وديني انا سايبك. والله انا سايبك. انا هقعد معاك. اخرب بيتك. اوعى اوعى اوعى. وانا هسيبك النهارده، وانا هسيبك. حاضر يا فندم، حاضر يا فندم، كل التعليمات هتنفذ يا فندم. مع السلامه، مع السلامه يا فندم. ايه يا راجل الافتراء بتاعك ده؟ بقى تصحيني من عز النوم وجبني على ملاوشي. سميه يا سيد الخبر الخطير اللي ما تقدرش تقول عليه في التليفون. اسود النهارده، اسود النهارده. يا ساتر يا رب. ايه في ايه؟ اكتشفوا مؤامره لقلب نظام الحب، والدنيا كلها مقلوبه. ايه؟ بتقول ايه؟ تمام يا فندم، العربيه اللي سيادتك طلبتها جاهزه. خلي بالك واجمع بقيه الزملاء حسب التعليمات. ويا التعليمات دي هتخلص النهارده؟ يا سعاده البيه مش عايزين يدفعوا تذاكر، ولما طلبت منهم التذاكر ضربوني وشتموني وسبوني سب علني كمان. احترم نفسك وشوف بتكلم مين ومين اللي قدامك. يا سعاده البيه الحق حق والعدل عدل. انا هسيب البيه مع سيادتك تتفاهموا مع بعض. و اتفضل يا سعاده البيه، اتفضل. اتفضل. شوف حضرتك، حضرتك طبعا عارف الاتوبيسات واللي بيحصل في الاتوبيسات. انت تخرس خالص. اما بسالك بتكلم. انا اصلي كنت راكب مع الراجل العظيم. يا فندم العفو، ده انت الراجل الاعظم. معقوله حد اعظم منك؟ نسمة مات برضو يا فندم. يا استاذ ده فندم ده يعني من الناس اللي انت. يا سلام. لا ايه 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 ده؟ قلت اخرس. الو، جهزوا نفسكم، في معتقلين هتوصل الاقسام بين لحظه والتانيه. مش عايز اي حاجه تشغلكم عن المهمه دي، مفهوم؟ اسمع يا مصطفى، انا افضل انك تجيني حالا. حالا يا فندم. يا سعاده البيه انت تخلص خالص، انا مش فاضلكم. شويش فندم، خد الاثنين دول على التخشيبه، لما ابقى افضى ابقى احقق معاهم. وانتوا اطلعوا بالاتوبيس، مفيش داعي انكم تعطلوا الناس اكتر من كده. يا عم يا عم، مش قلت لك؟ صلى على النبي، ده انا مع سعاده البيه ده وسعاده البيه معايا. بقول لك جرهم على التخشيبه. شويش تخشيبه ايه يا بيه؟ ده احنا ناس محترمين. انا محترمين بلا كلام فارغ. يا سعاده البيه انت واقف ساكت ليه؟ ما تقول لهم حاجه. اقول ايه بس؟ ما انا كل ما اجي اتكلم اقول لي اخرس اخرس. طب وريهم حاجه من اللي معاك عشان يعرفوا انت مين. اوريهم ايه؟ مش فاهم. قدام انت وهو. الله يخرب بيتكم، قرفتونا في عيشتنا. من فضلك مفيش داعي للتسرع. وبعدين قرفناك ازاي واحنا ما شفناكش قبل كده؟ هو حد قرفنا كل يوم الا الاتوبيسات وبتوع الاتوبيسات؟ قدامي يا اخويا. لا من فضلك بلاش كلمه قدامي دي. انا مره واحد قال لي ورايا ضيعته. الله اكبر، رحت في داهيه. انا رحت في داهيه؟ طب قدامي ورجلك فوق يا ابني. من فضلك مفيش داعي للكلام ده. ورايا وخلي يومكم يعدي. لا بقى، ما انت ترسلك على حد، يا وراك يا قدامك. طبعا تمام يا فندم. ايه الاخبار؟ التعليمات وصلت وشغالين يا فندم. طيب خلاص،
تمام يا فندم. الو. خلاص يا فندم، الفيران بتتلم في المصيده وزمان القطط بتلعبها زي الاوامر واكتر شويه. لا يا فندم اطمن، دول ضيوف واكرام الضيف واجب. مع السلامه يا فندم. بقول ايه يا سعاده البيه؟ ايوه. مش كان واجب برضه سيادتك يعني توريهم حاجه من اللي معاك بدل البهدله اللي احنا فيها دي؟ يعني حاجه زي ايه؟ يعني كارنيه مثلا. هما مش بيدوا سيادتك هناك كارنيهات؟ اه اكيد هيدونا طبعا، بس انا لسه جديد يا دوب مستلم الشغل. جديد جديد، لكن قيمه سيادتك فيك برضه. قيمه ايه يا عم؟ هو اللي بيشتغل مع البهايم والحيوانات تبقى له قيمه؟ حيوانات؟ حيوانات ايه يا سعاده البيه؟ انا اصلي بشتغل في جمعيه الرفق بالحيوان. حتى الحيوانات بيراقبوها؟ قعدت يا مرزوق افندي سنين بحالها. ابويا يدعي لي واذاكر، امي تدعي لي واذاكر، اخواتي يدعوا لي واذاكر، وفي الاخر شغلوني بالرفق بالحيوان. هي صحيح وظيفه كبيره وفيها مسؤوليه، انما مش تخصصي. هي الوظيفه ايه بالظبط؟ انا مسؤول استلام وتسليم في جمعيه الرفق بالحيوان. بهايم تدخل امضي عليها، بهايم تخرج امضي الناس عليها. الكلام ده حقيقي؟ ده جواب القوى العامله، ده للذكرى والتاريخ. بقى كده زي ما انت شايف. امال ايه بقى اللي مش عايزين لبن النهارده؟ طاخ، ما عندناش مكوى النهارده. طاخ، مفيش زباله النهارده. طاخ. ما انا اعتذرت لحضرتك. تشكي مش هرحم عينيك، تبكي مش هسأل عليك. اخد بالك. اه. ساعة شيطان وراح. شيطان لما يلهفك. وملبسهم لي كلهم جلاليب بلدي، وانا فاكرهم لابسين هدوم الشغل. لا دي جلابيه بارتي. بارتي في عينك. انت عارف النجفه اللي كنت هتوقعها فوق نافوخي ونافوخ حفيظه دي تمنها كام؟ عارف تمنها كام؟ ايوه النجف غالي الايام. اخرس! تاني مره تحترم شعور جيرانك وتبقى تمشي على طراطيف صابعك. مفيش حاضر. الله يلعن الاتوبيسات وسن الاتوبيسات. انا طول عمري احب الترماي. كان لازم يعني اتخانق في الاتوبيس واعمل مشكله؟ تقعد بالساعه في الترماي ما تشوفش كمساري واحد، واحيانا كتير ما تشوفش السواق كمان. ما انا طول عمري في حالي يا ربي. المترو اسرع، بس ايه الكمسريه بتوعهم ما بيعتقوش، الباب يتقفل من هنا ودول ورق ورق ورق. ما تعرفش ازاي هم الكمسري ابدا. انت بتهدد تقول ايه يا ابني انت؟ والله ما انا عارف يا استاذ مرزوق. ما تخلصونا يا اخواننا اللي هنا يا جماعه، مش كده مال. انا مش عايز حد منهم ينام في بيته النهارده. لموهم من كل مكان. ما تقوليش السجون مليانه، ده مش شغلي. لو ما طهرتش البلد منهم في خلال ساعات هتكون المسؤول الاول قدامي، وانت عارفني كويس. مع السلامه. الو. صباح الخير يا فندم، انا حبيت اطمن سيادتك ان كله تمام. اكيد يا فندم، سلامه الوطن امانه في رقبتنا، وزي ما اكتشفنا المؤامره في هدوء هنحافظ على الامن برضه في هدوء يا فندم. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. مع السلامه. من فيكم محمد فاهم؟ ايوه يا فندم. انا انت محمد فهمي؟ ايوه يا فندم. اي خدمه؟ اتفضل معايا. على فين يا فندم؟ انت هتتناقش معايا؟ هدوء. الله، انا ما عملتش حاجه. الله، انا ما عملتش حاجه. واحنا كده مش هنعمل لك حاجه. ما عملتش حاجه. Thank you.
مين غيرك يا بلدي؟ ليمين يلي علمتيني ايه معنى الحنين. انت اللي ارضك طيبه والغربه فيك قريبه، انت اللي ارضك طيبه والغربه فيك قريبه. يا حنينه يا حنينه على قلبنا طول السنين، ماشيين يا بلدي في سكتك، ماشيين يا بلدي في سكتك. حريتك حريتك هي الطريق، بالصبر والرأي الجريء، بالحب يا بلدي بالحب. ولادك مخلصين. يا عم لتالت مرة بقولك المعاني اللي انا كتبتها ما تتقالش بالشكل ده. ايه يا عم انا وحش؟ انت عايز تقول ان انا مثلتها وحش؟ انا مش عايزك تمثلها، انا عايزك تحسها. يعني انا ما عنديش احساس؟ يعني انا بحسش. انا شوفنا انا هعمل ايه. طب شوف حس حس وانا احس بعدك. ريم ليمين ليمين غيرك يا بلدي، ليمين يلي علمتيني ايه معنى الحنين. انت اللي ارضك طيبه والغربه فيك قريبه، وحنينا على قلبنا طول السنين، ماشيين يا بلدي في سكتك، حريتك هي الطريق، بالصبر بالصبر والراي الجريء، بالحب يا بلدي ولادك مخلصين، وشرفك يا بلدي لا تبقي يا بلدي، حياتك هي عمري وقدرك هو قدري، حريه على طول الزمان، حب حب وسلام في اي مكان، وشرفك يا بلدي سحابة وتعدي، وبرضو انت بلدي مهما عملوا يا بلدي فيكي، احنا ليكي احنا بيكي. ده احنا ياما خدنا منك، فيها ايه لو يوم نديكي. كلام فارغ كلام فارغ، احنا عمرنا ما هنتقدم خطوه واحده اذا فضلنا على كده. الناس خلاص شعورها مات، وانا اتحدى اي واحد يفهم اللي انت بتقوله ده وينفعل بيه. لازم صرخه بالدم علشان الناس تصحى وتفوق. ايه يابا ده صرخه ايه ودم ايه؟ احنا بالناس انت معانا هنا في الفرقه؟ ها يعني عملت ادوار مع الاستاذ؟ ايه رايكم يا جماعه تيجوا معانا؟ على فين يا ساعات البيت؟ هنوديكم مسرح اكبر علشان تعرفوا تمثلوا وتاخدوا حريتكم كويس. ها ايه رايك؟ لا ده انا عايز اخد حريتي في التمثيل. ابي روح يا شيخ ربنا يسرع معاك، ده الطلب الوحيد اللي انا كنت بطلبه من ربنا. شايف يا محمود المسرح بيجي لغايه عندي. تعالى معايا بقى. تعالى يا محمود ولاد التاني. هاتهم اهو امشوا قدامي. نازل ايدك هتزرج معايا. امشي مش معايا. يلا اخش امشي جوه. جيه اخش. يلا يلا ماشي خش جوه. يا شاويش استنى يا شاويش، احنا هنفضل ملطوعين لحد امتى هنا؟ عاوز ايه؟ عايزين نخرج بقى، حرام عليكم. احنا مستعدين نبوس على دماغ كل الكومسرية والسواقين اللي في البلد. ايوه يا اخويا اعملوا مجانين اعملوا. مجانين؟ احنا مجانين؟ مش عارف. جالك كلام يا استاذ محمود يا شاعر يا عظيم؟ مش قلت لك البلد باظت ومحتاجه لعمليه تغيير دم، والدم ما يتغيرش الا بالدم. اللي بتقول عليه ده حتى اذا كان قوي في مظهره لكن في حياته كله ضعف وجبن، لانه بيعتمد على الغدر والتدمير والحقد، وده اللي مصر ما عادتش ترضى بيه او تتحمله. يعني نستسلم للظلم؟ مين قال كده؟ لازم كلنا نقول لا لكل غلط، نقولها مليون مره كل يوم كل دقيقه كل ثانيه لازم نقولها. الحب الحب من غير ياس من غير حقد لغايه ما نلاقي اللي يسمعنا.
اديكوا ترميتوا في السجن وبعد شويه هتكونوا في المعتقل، يعني خلاص محدش هيسمعكم الا سجانينهم. ده بيقول معتقل يا استاذ مرزوق. يا نهار اسود، دي تبقى مصيبه سودة. لا 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 مؤاخذه يا ابني، انتوا جايين هنا ليه؟ لا مفيش، اصل احنا كنا بنعمل مسرحيه وطنيه على مسرح الجامعه. ايوه انا واقف على المسرح بمثل بقى، والستائر خلفي والاضاءه مشعه من فوقي وبندمج، بقول يعني ليمين غيرك يا بلدي ليمين، يعني المفروض الواحد بيقول ويندمج ويطلع كل اللي عنده، يعني ايوه ايد اليمين فوق ورجل الشمال. سيبك من ايدك ورجلك دلوقتي، فهمني ايه اللي جابكم هنا؟ ايه اللي جابنا هنا؟ احنا كنا بنمثل. أيوة. وبعدين لقينا مجموعه كبيره بتحوطنا، انا قلت دول معجبين. قمت واقف رايح لقيتهم بيقولوا تعالوا معانا عشان نودوكم مسرح كبير ونخلوكم تمثلوا احسن وعلى اكبر، يعني جابونا هنا. قال دي اكبر من مسرح. طب والله مسرحنا اكبر منه. يعني انتوا جايين هنا عشان تمثلوا؟ ان شاء الله نمثل. احنا كلنا هنا زي بعض معتقلين سياسيين. معتقلين كده؟ احنا 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 مالناش دعوه بال احنا ما تتكلم يا منيل انت. ايوه احنا لا مؤاخذه، يعني مؤاخذه يعني بتوع الاتوبيس، مالناش علاقه بال. ايوه يا فندم، طلبنا لورياته زمنها جاي يا فندم. حاضر يا فندم، حاضر، هنستعجلها حالا يا فندم. مساء الخير، عاملين ايه؟ طالع عينينا من الصبح. طبعا التكشيبه مليانه، هي بتتملي. طب ما تروح تستريح شويه. استريح فين؟ ده انا عندي اجتماع في وزاره الداخليه. يا ماما مش هتاكل لك لقمه بقى. هاكل ازاي وابوك ما جاش لحد دلوقتي؟ بس ما تقلقيش انت يا ماما. يا ماما الغايب حجته معاه، يمكن راح مشوار كده ولا كده، يمكن عند حد من اصحابه. مش ممكن، كان لازم يقول لي، ده عمره ما عملها. طب اهدي بس اهدي. احنا مش بتوع الحاجات. نعم ايوه فندم، احنا بتوع الاوتوبيس. بتوع ايه؟ زميل سيادتك عارف. يلا اتفضل اهو. اتفضل اتفضل قدامي الزميل حضرتك عارف. يلا احنا بتوع الاوتوبيس. اركب اطلع اطلع اطلع. سعاده البيه يا فندم، احنا لنا علاقه. اركب اطلع. مش معقول بس نعرف واخدنا على فين؟ واخدنا على جهنم. جهنم مرحب. انضحك علينا يا اخوانا وقالوا لنا مسرح. يا اخوانا احنا جينا هنا غلط. والله العظيم احنا هنا غلط، ده احنا بتوع الاتوبيس يا اخوانا. كده سكتي. ما خلاص سكتي ليه؟ مش لما حقوا معانا. ما تتكلم يا ابني انت. انا اول ما هننزل هتصل على طول. انا جابر عبد الرب مهندس كامل الجيولوجيا. الله الله، ده احنا هنتهزع كده يا اخوانا. انا عمري ما اتهزع بتهزيق زي كده. فين المسؤول اللي هنا مطبق؟ لا لا لا، انا كنت بقول برنامج اكاذيب. اكشف جمع جمع يا رب. اتى انت فين يا مرزوق يا اخويا؟ اتى جمايل يا رب، احنا غلابه وما لناش غيره. في اخبار يا امين؟ لا ما كده يا ماما بقى. ده عمره اختي ما عملها. لازم جراله حاجه يا مولا، لازم جراله حاجه. ماما انا هروح اسال عليه زميله الاستاذ اسماعيل. روح يا ابويا، روح يا حبيبي، روح يا ابويا. قولي لي اختي، هو بقى لك ايش رايح بيه لما خرجتي بقى الصبح؟ ابدا يا ماما، انا ركبت الاتوبيس وسبته واقف على المحطه، حتى الاستاذ اللي ساكن فوقينا كان واقف معايا. يا خرابي،
الراجل اللي ساكن فوق. تعالي بينا. تعالي يا اختي. تعالي اشوف راح فين. اشوفه هو قدام فين يا اختي. تعالي يا حبيبتي. انا اشوف راح فين. انت فين يا مرزوق؟ يا ترى انت فين يا اخويا؟ مرزوق؟ يا مرزوق؟ راح فين يا منى؟ خدوا قدام فين يا اختي؟ خدوا قدام فين؟ أبوكي فين يا منى؟ أبوكي راح فين يا أدور عليه فين؟ نروح نشوفه فين يا منى؟ آخ يا راني. يا رب. أنعم وأكرم بالله. أي 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 إيه ده؟ هو في ناس هنا كمان؟ أمال يعني في جن؟ كسرت عظمة الله يخرب بيوتكم. أبو فتحي. إلهي يسترك يا ابني يا جابر الدنيا وآخرة. وفيك شر المؤذيين وولاد الحرام. أيوة كده أدعي له دعوة حلوة. والله يا أبو جابر بدعي له ليل ونهار. حتى وأنا نايم قلبي بيبقى سهران بدعي له. لكن اللي من دول فكري مشغول عليه قوي. ولا تشغل بالك يا أخويا. جابر عاقل وابن حلال. ما قلتش حاجة. بس ابنك دلوقتي معاه قرش بيجري في ايده ومصر واسعة وولاد الحرام ما خدوش الواد الحلال حاجة. ربنا معاه يحرسه ويرعاه. ايه ربنا ينجيك يا جابر يا ابني ويصلح حالك يا رب. اهلا يا اخ. اهلا وسهلا اخ. شيوعي ولا اخوان؟ نعم شيوعي ولا اخوان؟ لا انا اوتوبيس. ايه اوتوبيس؟ جماعه سياسيه جديده دي ولا ايه؟ جماعه سياسيه ايه يا اخوان؟ انت هتودونا في داهيه. قول لنا مبادئها ايه؟ قول لنا يا ماما يخليك. ايوه احسن. احنا هنا بقالنا كتير. مبادئ ايه يا اخوانا؟ احنا كنا راكبين اوتوبيس اتخانقنا مع الكومساري قاموا جابونا هنا. بقول لك ايه؟ احنا هنا زينا زي بعض، يعني مفيش داعي للف والدوران ده. تمام. ها؟ وبصراحة كده قول لنا على كل حاجة. ومن ناحية هتقول أنت هتقول في التحقيق. هقول إيه يا إخوانا؟ إيه اللي أنا هقول إيه؟ إذا كان ما حصلش حاجة، هقول إيه أنا؟ الأتوبيس. اسمي فيه ذكاء. الاتوبيس هو البلد والركاب هم الشعب، وبما ان الاتوبيسات تعبانه ومهكعه ومحتاجه اصلاحات يبقى البلد تعبانه ومهكعه ومحتاجه اصلاحات. صح. يخرب عقلك عرفتها ازاي؟ لكن قول لي مين الزعيم بتاعكم؟ زعيم مين يا حبيبي؟ قول لي عملتوها امتى الجمعيه دي؟ جمعيه اخوانا. معاكم ناس كتير. الناس مين؟ الله ما تاخدوا معانا وتدوا في الكلام الماضي. ده انتوا كده هتقلوزونا في تقابيده قلنطة. هو ومين؟ وصل. الحمد لله. ده احنا مستنيين وبقالنا زمان. هو مين اللي وصل؟ دلوقتي تشوف. الحمد لله. الحمد لله قوي انه وصل. اهلا 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 ابو فتحي. وحشني. ازيك الراجل؟ ازيك؟ اهلا اهلا. ازيك يا ابو فتحي؟ ايه الغيبه الطويله دي يا راجل؟ ازيك؟ اتفضل استريح، اكيد تعبت من المشوار. لا 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 ايه جايب علبه جاتو معاك؟ ما يصحش يا راجل، ما يصحش. كفايه ان احنا نشوفك. لا لا عيب كده. الله، طعمه يجنن يا ابو فتحي. ابو فتحي جبت لي الجرايد معاك؟ حلو، كويس انك مخبيها علشان ما يشوفوهاش ولاد الابلسه. الله، طب ومستعجل قوي كده ليه؟ ابو فتحي مستعجل ليه؟ عندك حق.
ساعتين بس وخايف يتاخر في المواصلات. خلاص ما دام وعد انا مصدقك. حسنا الف سلامة. الف سلامة يا ابو فتح. ابقى خد بالك من نفسك وانت راجع. ما تغيبش علينا يا ابو فتح. مع السلامة يا ابو فتح. لا معلش يا اصل انا ممنوع من الحلو. ده راجل سكره. هو مين؟ ابو فتحي. ابو فتحي اصل الواحد من كتر التعب اللي حل عليه بيبقى مش ابو فتحي مين؟ زميلنا اللي كان في الزنزانه معانا قبل ما ينتقل للرفيق الاعلى. هو انتقل للرفيق الاعلى؟ من كام شهر. طب لما هو انتقل للرفيق الاعلى امال حضراتكم كنتوا بتكلموا مين؟ ابو فتحي. ابو فتحي مين؟ زميلنا ده لسه خارج قدامك دلوقتي. كان في حد دخل عشان يخرج؟ انا ماليش دعوه يا سيد. طبعا الاول. ليه بس كده؟ اصل انا وانت ما نقدرش نشوفه، لكن الاستاذ امين راجل روحاني متصل، عشان كده هو بس اللي بيقدر يشوفه وياخد منه الهدايا. يا سلام. عن اذنك اما اروح اقرا الجرايد. انا ماليش دعوه. مع السلامة يا أبو فتحي. في الجنة ونعمها يا أبو فتحي. لا مؤاخذة يعني من غير زعل ولا نرفزة، ها؟ غير ما تشخط فيا. البقعة اللي أنت بتطبطب عليها دي بتاعت إيه؟ ده بقعة من الدم أبو فتحي. أصل قتلوا هنا في الزنزانة ديت قدامنا. طب لا مؤاخذة هي مالها سودة كده ليه؟ اسودت من الحزن على ابو فتحي، عشان تعرف قد ايه الحجر بيحس ويتألم من كتر اللي شفناه. ايه مالك بتضحك ليه؟ ما تضحكنا معاك. لا اصل الواد صلاح شاهين عامل هنا كاريكاتير يموت بالضحك. انت شوف اهو. شوف يا بيه. شوف. جميل. شو هو انت جنسك ايه؟ انت بتشتغل ايه بالظبط؟ انا بشتغل، انا اصلي فنان. فنان؟ فنان كبير بمثل. يا نور النبي، يبقى هنشتغل في السينما والتلفزيون. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. اتفضل عندي، اتفضل عندي. لا خلينا عندنا هنا. لا 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 اتفضل عندي. لا اتفضل، اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا فندم. اتفضل سيادتك، اهلا وسهلا. اتفضل عقب. شكل اول ايه التعب ده بس؟ اصل بقى محسوبك بيحب الفن والفنانين قوي، بموت فيهم قوي. بتحب انت الفن بقى. ايوه. او انت حضرتك فنان برضه؟ انا فنان سنكره. ابص للعربيه كده بنص عين ومر عليها بصابعي اخليها احسن من الفابريكا. يعني هم جابوك هنا عشان كده؟ ابدا وحياتك، دول جابوني وانا سايق عربيه زبون، وقالوا ان معايا منشورات بوزعها وبكتبها ضد الحكومة، مع اني لا بعرف اقرا ولا اكتب. انت ما قلتش الكلام ده ليه؟ قلت وحياتك. قلت. طب وبعدين؟ نزلوا فيا ترويق لما قلت حق برقبتي. ترويق؟ طيب. ايه الترويق ده؟ انا مؤاخذة. ترويق زي ما تقول تلميع، زي ما تقول كده بولوش بتاع العربية. الكرباك اسود. لكن امبارح بالليل كانوا بيروقونا.
ايوه ده الترويق بقى. ايوه بس ده الترويق بتاعهم جامد قوي يا جدع. امال هتقول ايه لما يكيفوك؟ هو بعد الترويق في حاجه تاني اسمها تكييف؟ ولو محظوظ قوي وبختك من السماء يجي الفرج يخرجونا يعني. يخرجوا مين يا عم؟ يجي الفرج يعني يجي عزرائيل ياخد الامانه ويخلصك من اللي انت فيه. لا يا عم اذا كان كده هيبقى الترويق والتكييف احسن. اتيالك ناس كتير معانا هنا ليل ونهار منتظر الفرج ومش لاقياه. مصر كلها محتاجه لعمليه تغيير، وزي ما قلت لك التغيير ما يجيش الا بالدم. انا معاك ان مصر محتاجه التغيير، بس ما تنساش في فرق بين انك تغير وبين انك تدمر. سامي اللي احنا محتاجينه تغيير بالحب مش بالدم. حب؟ الدعوة للحب في الظروف دي معناها الضعف والاستكانة. وليه ما يكونش معناها الثقة والإيمان بالنفس؟ انتوا بتغلطوا نفسكم. الشر ملوش إلا الشر اللي زيه. مقاومة الشر يا ابني من أسباب رضا الله، لكن الخراب والدمار مهما كانت دوافعه من أسباب رضا الشيطان. وياريت ربنا يكرمنا ونفضل دايما من حزب الله. مش كده برضه يا حاج؟ والله أنا يعني زي ما تقول حضرتك كده، يعني أنا ماليش دعوة بالحاجات دي. أيوة بس دي بلدك ولازم تشارك في وجودها ولو بالرأي. أي إنسان من غير انتماء فكري يبقى عايز زي قلته. نعم نعم يا أخويا. وبعدين بقى في الكلام اللي ملوش لازمة ده؟ أقل ما فيها يا أخي يبقى لك رأي ولو بالكلمة. ده حتى الحديث الشريف يا يقول... سيدنا الشيخ إذا كان أنا طول عمري ماليش رأي واترميت هنا، أما إذا كان ليا رأي كنت رحت فين عن إذنكم؟ رايح فين؟ هقعد في الطراوه أحسن، كلامكم ده يودي اللومان. اللومان؟ ما أنت في اللومان يا حاج مرزوق. يا سيدنا الشيخ إحنا جينا هنا غلط، إحنا بتوع الأتوبيس، وإن شاء الله لما يحققوا معانا ويعرفوا الحقيقة هيطلعونا، ومش بعيد كمان يعتذرولنا. لكن احنا مالنا ومال الدم والتغيير والكلام اللي انتوا بتقولوا عليه ده كله؟ خلونا في حالنا يا ناس. اتمنى فكرك هيطلعوك تاني. طبعا هيطلعونا لاننا مظلومين، واذا كان الصغيرين ما سمعوناش اكيد الكبار هيسمعونا. مش انت بس اللي مظلوم، فيه ناس كتير هنا معانا مظلومين وهم عارفين كده. عارفين ان احنا مظلومين ويرمونا الرميه دي؟ هي دي سياسه اللي في ايديهم السلطه النهارده، كل فتره يفهموا الحاكم ان في مؤامره ضده وضد نظامه، وان هم اللي اكتشفوها وهم كمان اللي بينجوه منها كده. لم مؤاخذه وطبعا المؤامرات يلزم لها كشوف مليانه باسماء المتامرين عشان الحاكم يشوفها ويصدقهم، وبعد كده يسلمهم السلطه شويه في شويه لحد البلد ما تبقى في ايديهم. يا ناس انا راجل طول عمري في حالي ماليش دعوه بالحاجات دي. اهلا سياده المامور، بلغني ان الضيوف شرفوا عندك. عظيم، عايزك تهتم بيهم وتكرمهم شخصيا، خصوصا اننا داخلين على ترقيات، لازم تساعدنا علشان نقدر نساعدك. المطلوب اعترافات موقعه وبس، اظن واضح؟ واضح يا فندم. الحمد لله ان الضيوف المره دي جم من نصيب. يعني الحقيقه يا فندم احنا من زمان نفسنا نخدم. تحت امرك، مع السلامه. تمام يا فندم. حمام الشمس اخباره ايه؟ واقفين في الشمس من الساعه 7:30 يا فندم. خمس ساعات.
الابطال. استعنا بالله. اللي عايز اقوله ان هنا في وشوش مش غريبه عليا، وفيه وشوش بشوفها لاول مره. على اي حال، اللي لازم تعرفوه ان هنا في حق، في عدل، في مساواه، في كمان تحقيق علشان كل واحد يعرف ياخد حقه. الحمد لله اللي في تحقيق. اخرس. لا سيبه يا سنان. في ايه يا ولد؟ لا سعاده البيه، انا بقول بس يعني الحمد لله اللي في تحقيق، عشان انا والاستاذ جابر اللي جنبي وضعنا مختلف. وضعكم مختلف؟ ايوه يا فندم، احنا بتوع الاتوبيس. بتوع ايه؟ بتوع الاتوبيس يا فندم. اه فهمت، ده انتوا بتوع الاتوبيس. بالظبط يا سعاده البيه. عظيم. ابعت لي الراجل الطيب ده على المكتب بعد ساعه عشان نقعد مع بعض ونخلص الموضوع. وانا كمان سعاده البيه، ما احنا كلنا سوا. لا ما تقلقش، هبعت لك بعدين ونقعد ندردش كتير مع بعض. ربنا يخليك يا سعاده البيه. يحيى العدل. يحيى العدل. يحيى العدل. اصلك يحيى العدل. اهلا يا ولدي، اتفضل اتفضل استريح. ريح قلبك يا ابني. استنى انتوا برا. تليك عشان اشرب اشرب. الدنيا لسه بخير يا والدي. على اي حال، انا عايزك تكون معايا في منتهى الصراحة والوضوح، خصوصا انك باين عليك انك انت راجل كبير ومحترم، واكيد اكيد عندك اولاد زمانهم مشغولين عليك دلوقتي، وانت كمان نفسك تشوفهم وترجع لهم بالسلام. عندي اتنين يا سعادة البيه، ولد وبنت. ربنا يخليهم لك ويفرحك بيهم. يخليك يا سعادة البيه. خد ناشف عرقك، خد شوية كولونيا يفوقوك. اقعد يا ولدي استريح. ربنا يخليك يا سعادة البيه. الله الله. اتفضل سيجار. كتر خيرك يا سعادة البيه، انا بقالي سنة ما بشربوش. يضايقك لو ادخن قدامك؟ استغفر الله يا سعادة البيه. اتفضل 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 اقعد. ربنا يخليك يا سعادة البيه. قول لي يا والدي. نعم يا بيه. قلت لي بقى انك بتاع الاتوبيس. بالظبط يا سعادة البيه. واحدة واحدة أرجوك عشان أقدر أستوعب الموضوع. حاضر يا سعادة البيه، أنا تحت أمرك. مين كان معاك في الأتوبيس؟ زميلي الأستاذ جابر اللي كان واقف جنبي في الطابور. اكتب. كان معاه زميله الأستاذ جابر. وبعدين يا ولدي ايه اللي حصل؟ والله يا فندم ما فيش، واحنا في الأتوبيس قالوا ورقة، اختلفنا مين اللي طلع.
اختلفتم مين اللي يطلع. يعني انت كان معاك وزميلك كان معاه. ايوه فندم. هايل. ويا ترى كان معاكم زي بعض ولا كان في اختلاف؟ والله يا فندم ما عنديش فكره بالظبط كان معاه هو قد ايه. طب انت كان معاك كام بالظبط؟ حوالي 218 للمصاريف يعني. اكتب. كان معاه 218 كلها معدل التوزيع. لا يا سعاده البيه، للمصاريف. ما هو يا والدي للتوزيع ولا للمصاريف ما تفرقش. المهم انك شايلهم عشان تديهم لناس تانيين في مناسبات مختلفة، صح؟ صح والله يا سعاده البيه، الواحد بيستلمهم باليمين يوزعهم بالشمال. طب اتفضل استريح. شكرا يا سعاده البيه. وبعدين؟ في الاخر انا دفعت ثمن الورق. لحظة واحدة. وقد قمت بالانفاق على جميع هذه الاوراق من جيبي الخاص. مش كده يا والدي؟ والله يا سعاده البيه هو تقريبا في اختلاف في المعنى بسيط، لكن اكيد سيادتك ضليع في اللغة اكتر مني. وبعدين؟ الكمساري قال يا لازم فكة يكتب لكم الباقي على ظهر الورق. اما كمساري غير محترم. ودي اوراق برضو ينكتب عليها حاجه زي كده. عشان كده قلنا له لا، الفلوس كوم والتذاكر كوم. انتوا بتسموا المنشورات تذاكر؟ منشورات؟ منشورات ايه يا سعاده البيه؟ انا بتكلم على تذاكر الاتوبيس. مش مهم، مش مهم، مش هنختلف على التسميه، دي حاجه هايفه. المهم صلب الموضوع يا والدي. موضوع ايه يا سعاده البيه؟ وبعدين معاك، انت ناوي تتعبنا ولا ايه يا والدي؟ فكر في نفسك وفي اولادك. يلا 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 خلينا نخلص. الظاهر يا سعادة البيه ان حضرتك بتتكلم في حاجة وانا بتكلم في حاجة تانية خالص. انا مظلوم يا سعادة البيه، انا ماليش دعوة بحد ابدا، انا طول عمري في حالي يا ناس. أيوة. طول عمري في حالي. طيب خلاص خلاص، انا ما اعرفش حد ابدا. اهدى اهدى، ما اعرفش حد. انا هقوم بكل حاجة بنيابة عنك. تعال اقعد. اجيب لك شاي؟ شكرا يا سعادة البيه. طب اقعد استريح. اكتب. سين. اين كنت تنوي توزيع هذه المنشورات؟ جيم. كنت انوي توزيعها في الاتوبيس. سين. وما الهدف من هذا العمل؟ جيم. الهدف هو تأليب الرأي العام على نظام الحكم. سين. ولماذا تقوم بتأليب الرأي العام؟ جيم. لأني غير راضي عن القائمين على الحكم وأختلف معهم. سين. هل لديك أقوال أخرى؟ جيم. لا، تمت أقواله لحين استجوابه مرة أخرى ووقع أمنا. اتفضل امضي يا والدي. امضي عليا يا سعاده البيه، ده الكلام ده يوديني في داهيه. ليه بس يا راجل تفكر التفكير الوحش ده؟ ودي عايزه تفكير يا سعاده البيه، دي سين وجيم واحده منهم توصلني لحمل المشنقه. يا والدي خليك راجل مؤمن بالله. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. يلا امضي. لا لا يا سعاده البيه، ما اقدرش امضي، ده في سوء تفاهم والله، احنا بتوع الاتوبيس. شوف بقى، ما اقولك اندهلي شويش على المار. اسمع بقى يا ولدي من غير زعل، احنا هنا ظراف قوي مع الناس الظراف، ورزلين قوي قوي مع الناس الرزلين. قلت ايه؟ انا سعاده البيه عاوز اقول. خلاص خلاص، انا شخصيا عملت اللي عليا. انت شايف حاجه تانية؟ انت حر.
تمام يا فندم. تعال يا عم معطف. اتفاهم معاه؟ قدامي. يكون في علمك. في ناس كتير جم قبل كده وعملوا مجانين. وقالوا احنا بتوع الاتوبيس واحنا بتوع الطيارات وعربيات الكارو كمان. لكن احنا عقلناهم. زي ما هنعقلك دلوقتي. مش كده؟ عقلوا عم معطي. يلا يا اخويا ما تعطلناش. حاضر يا قمر. ما حدش عايز اي حاجه من بره. كتر الف خيرك ابو فتحي. فيه الخير. بقول لك يلا امال. حاضر ربنا يسترها معاك يا ابو وش سمح. ايه الحلاوه دي؟ يلا خدوه. يا الحاج مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. استاذ مرزوق في ايه؟ استاذ مرزوق في ايه؟ استاذ مرزوق. استاذ مرزوق في ايه؟ الأستاذ مرزوق ماله يا فندم؟ في إيه؟ لا أبدا، أصل الشاويش عبد المعطي إيده تقيلة شوية. هاتوا شاي للشاب الظريف ده. شاي؟ إيه؟ حلوين، مش كده؟ عصافير. تعال، تعال أحمد. اقعد استريح. اقعد. اسمك ايه؟ جابر محمود عبد الرب. سنك؟ 28 سنة. غريب، مع ان شكلك ما يديش السن ده ابدا. اللي تشوفه ساعة الفين. ان شاء الله تقول عندي 100 سنة. ان شاء الله تقول عليا عيل. انا تحت امرك. انما الاستاذ مرزوق هو في ايه؟ باين عليك طيب وابن حلال وهنعرف نتفاهم كويس. تحت امرك يا فندم. انا من ايدك دي لايدك دي. بتشتغل ايه؟ انا موظف في الرفق بالحيوان. معاك مؤهل؟ ايوه يا فندم، بكالوريوس علوم قسم جيولوجيا. قسم جيولوجيا؟ ايوه، بكالوريوس علوم قسم جيولوجيا، ويشغلوك في جمعيه الرفق بالحيوان. بذمتك دي بلد شيء فظيع فظيع، مش انت معايا في كده برضو؟ انا معاك بقى ساعة البي، معاك ونص الحقيقة يعني. بس حامل ايه؟ العين بصيرة والايد قصيرة. انا يا جابر متهيألي ان ده اكل لطموح الانسان واماله في المستقبل. ده اكتر من الاكل والله يا ساعة البي. اكيد اكيد شاب زيك يبقى عايش في الحياة وهو غير راضي تماما عن كل الاعمال الغلط دي، مش كده؟ والله يا فندم انا طول عمري كده. يعني السياسة في حياتك من زمان؟ يعني من صغري يا فندم. ومين بقى علمك السياسة؟ ده والدي. هو كمان سياسي؟ ما عندكش فكرة يا فندم، سياسي درجة أولى، هيعجب سعادتك جدا. كان دايما يقول لي يا جابر يا جابر سايس الناس، يا جابر يا جابر سايس الناس. عظيم. دلوقتي بقى نتكلم مع بعض في الموضوع اللي انت هنا اساسا علشانه. شوف يا سعاده البيه، الصراحه ما فيش احسن منها، وانت عارف سيادتك ان الشيطان شاطر يعني. الشيطان شاطر وقليل الادب كمان. ده احنا غلطانين، ده احنا ندمانين يا فندم ندم على اللي حصل،
هو اللي عملناه ده شويه. وبعدين البركه في سيادتك بقى تسويها بمعرفتك يعني و... ها وبعدين اذا كان مرزوق غلط ولا حاجه نبوس على دماغ بعض ونروح. هاي يا جابر هاي. على العموم انا سويت المساله كلها بنفسي. الشاهد اكتب وبسؤال المتهم افاد بانه حاصل على بكالوريوس العلوم قسم جيولوجيا فنان. جيولوجيا علم طبقات الارض. بالظبط جيولوجيا كتب وقد عينته القوى العامله في جمعيه الرفق بالحيوان. ايوه اكتب رفق الحيوان دوحاته. مما اثار في نفسه غضاضه تحولت الى حقد شديد. ازاي يعني يا فندم؟ مش فاهم. وقال على حد تعبيره بانهم قتلوا فيه الانسان، ومن هنا قرر ان يعمل من خلال التنظيمات السريه لقلب نظام الحكم. اسعد البيت كما اعترف بانه طوال حياته كان يعمل بالسياسه مع والده. يا سعاده البيت. اشرب الشاي يا جابر. اشرب اشرب. يا سعاده البيت. نعم يا جابر. الكلام اللي سيادتك بتمليه ده عننا انا؟ طبعا. مش ده كلامك اللي انت لسه قايله؟ مش دي اعترافاتك؟ لا يا سعاده البيه. سيادتك بتتكلم في حاجه وانا بتكلم في حاجه تانية. السياسه بتاعتكم غير السياسه بتاعتنا. احنا بنسياس الناس، بناخدهم على قد عقولهم، ما بنزعلش حد. انما السياسه بتاعتكم احنا ما بنفهمش فيها. انا غلبان وابويا غلبان يا بيه. احنا ناس غلابه وفي حالنا. انا امي واخواتي غلبانين. ده احنا بتوع الاتوبيس يا بيه. حتى انت يا جابر اللي بقول عليك راجل طيب جاي تدعي الجنان وتكدبني. معاش اللي يكدبك يا سعاده البيه. لا ما هو انت دلوقتي بتكدبني. ما اصل ده ما حصلش. اخص عليك، اخص على اللي يعاملكم معامله كويسه بعد النهارده. اخص. اطمعتي يا عبدو. هتعمل ايه يا عبدو؟ عبدو هيعمل ايه؟ ايه؟ مش كده عبدو؟ تحت فلاحين زي بعض يا عبدو؟ مش كله في حته واحده؟ قسم يا عبدو، شويه فوق وشويه تحت يا عبدو. ده احنا بتوع الاتوبيس يا اخوانا. معلش يا استاذ مرزوق. استحمل. لو يعرفوا ان كل كرباج نزل على جسمك هو في الحقيقه نشان فخر وعزه وكرامه. نشان؟ انا لو كام نشان زي ده يا ابني هيخلصوا عليا. الراجل جسمه بتمزع وانت تقول له ناشين؟ الحريه ليها تم واحنا اللي ندفعه مش كده؟ ما تنساش اننا اصحاب البلد وده قدرنا. مش مجنني منكم غير الكلام عن القدر والقسمة والنصيب والحب والكلام الفارغ اللي عمره ما هيقدمنا خطوة واحدة. يا ابني مش كده. كل شيء بالصبر والإيمان يتحل. ثم هي دي فلسفة الحياة من يوم آدم لغاية ما تقوم القيامة. لازم دايما يكون فيه ظالم ويكون فيه مظلوم. عشان كده في جنة ونار، نعيم وعذاب. يا عم أنا في النهاردة عايز اعيش، عايز احس بكياني. تقدر تقول لي فين الحريه والعدل والمساواه اللي بيقولوا عليهم؟ اعمل معروف يا ابني وطي صوتك لحد يسمعك. انا جسمي مش مستحمل علقه تانيه. معلش. كل ليل وله اخر. حلني بقى. وعلى راي المثل موت يا حمار لما يجي لك العليق. اليوم ده مش بعيد زي ما انت متصور. بالعكس. ده قريب وقريب قوي. وهم اللي بيقربوه بايديهم من غير ما يعرفوا. وهم اللي انت يا ابني عامل زي الشوكه اللي في الحلق ليه؟ ما تسيبه يتكلم. قال له يهون على الراجل؟
إن كان علي أنا، أنا أمري لله، لكن مين حيهون على مراتي وولادي؟ عايشين فين؟ ما حدش بيصدقني ليه؟ ما حدش سامعني ليه؟ انا غلبان وطول عمري في حالي ومتنايل. انا مالي؟ ماليش دعوة ولا؟ انا غلبان يا اخوانا. المرة الجاية هكلمك ابو فتحي عشان يجيب لك دواء. مش عايز دواء. خليه يطلعني من هنا. خلي عيون ابويا والامي والاخواتي ما يستنوش حاجة من المهية. رفضوني خلاص، ما بقاش في مهية. انا غلبان يا اخوانا. غلبان يا عالم، يا حكومة، يا ناس، ده احنا بتوع الاوتوبيس يا اخوانا. وايه اخرة القعدة دي يا ابو جاب؟ قعدة ايه؟ شايفاني اشتكيت؟ وهو انا يا اخويا مش حاسة بيك. جواب واحد يبعتهولي من يوم ما اشتغل. اني يعمل فيها كده جابر بعد ما ضيعت عمري كله عشانه؟ طب يفكر في اخواته وامه؟ ده الواحد منا بيرمي بذرة الشجر عشان تطلع تظلل عليه. يوم ابني اللي من لحمي ودمي يخلى بيا وبيكم. طب انزل مصر واسال عليه. عايزين اروح اشحت منه؟ لا، اللي رزقنا في الاول يرزقنا في الاخر. لكن لازم نسال عليه، لازم. كل واحد فيكم طبعا يبقى ثابت في مكانه. اي حركه او اي واحد هينزل ايديه هيزعلني، وانا ما احبش حد يزعلني. يا ساتر يا رب، انا خايف لا يكون في تشريفه. ده اسمه حمام شمس. ريقي نشف، هموت من العطش. اتاريهم كانوا بياكلونا ملوحه من امبارح. اسقوا الجماعه دول لاني شايفهم عطشانين. عملت ايه في الدنيا دي؟ اه يا ولادي، يا عمري بيتغطى بحضني. اه يا ولادي، اه يا ولادي. عملت ايه في الدنيا هذي؟ اه يا ولادي، يا عمري. قلت لي بقى انت ايه؟ أنا كلب يا رمزي. هايل. والكلب بقى لما يحب يقول حاجة لصاحبه يعمل ايه؟ هو ايه؟ هو هو. لا بسيطة، احمد ربنا، يمكن كان هيحصل أكثر من كده يا أستاذ علي. أنا اللي مجنني إن كان كل شوية يقول لي بتمثل عظيم يا أستاذ علي. أنت فنان هايل يا أستاذ علي. أعمل لي حتة من جلفدان هان. أقول له أنا عاطف الأشمون مؤلف الجنة البائسة. يقول لي لا، أعمل لي حتة من الخمسة يا أستاذ علي. أقول له حاضر يا سعادة البيه. أنت تشتغلي إيه؟ أنت تشتغلي خمارة؟ أنت تشتغلي كلبة؟ أنت تشتغلي سواقة يا بغلة؟ يا بغلة! بسيطة أحمد ربنا. أنا عمال أمثله وعمال يضحك، أنا أمثله وهو يضحك. أقول له أنت كريم يا رب وأنا أمثل، والراجل اللي جنبه عمال يكتب. أحمد ربنا. شوية يمليك حاجة جديدة. عمال يكتب. أنا قلت بقى ده لازم بيكتب المسرحية. قلت لما أنت كريم بيكتب المسرحية يبقى هيخرجني. لقيته بيقول لي لو سمحت يا استاذ علي تعال امضي. قلت له امضي على ايه يا سعاده البيت؟ قال لي مفيش، هتمضي على حاجات بسيطه كده عشان التحقيق. احمد ربنا، احمد ربنا. عارف طلع بيمضينا على ايه؟ بيمضينا على تهمه تهدي الاعدام. اخي ايه؟ ايه؟ في ايه؟ لا بسيطه بسيطه. بعدين بقى انا لما سمعت كده اغمى عليا. قاعد مصوت.
وبعدين قام قال لي تعالى الحقيقه شهر الله طلع راجل انسان فوقني. معلش معلش. وبعدين طلع ابن كلب. اتعشى من الفنان الشاعر بتاعنا يكون عقل وبطل جنان. انا لو مجنون صحيح كنت وافقكم على اللي انتوا عايزينه، لان المجنون هو الشخص الوحيد اللي ما يقدرش يفرق ما بين الخطأ والصواب. افهم من كده انك ما انتش عايز تعترف. انا مستعد اعترف، لكن على الحقيقه بس، وكل اللي مكتوب في الورق ده ما فيهوش اي شيء من الحقيقه غير اسمي. حتى ده مش هنخليك تعرفه. طب ماضي. تمام يا فندم. نسي اسمه. قدام. حرية على طول الزمان. حب 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 وسلام في اي مكان وشرفك يا بلدي. سحابة وتعبتش وبرضه انت بلدي. الشغلانة مش وحشة، اللي بيتعبني الناس الظلمة اللي مقبوض عليهم، كلهم خبث ولؤم وإجرام. الحكومة شغالة ليل ونهار عشان لما نحارب إسرائيل نخلص عليها ونستريح، ودول ما تعرفيش هم قصدهم ايه، زي ما يكون ناويين يحرقوها. المصيبة ان احنا نفضل نضرب فيهم، احنا نتعب وهم ولا كأنهم هنا. خايفة لحد يدي عليه؟ الخوف من دعوة المظلوم، لكن دول ناس ظلمة. مش بيقولوا ياما في السجن مظاليم؟ إلا دول، صدقيني. احنا لما تعيننا جديد الضباط الكبار جمعونا وفهمونا كل حاجة. قالوا لنا مصر لا يمكن تنتصر ولا ينصلح حالها طول ما العالم ده برا المعتقل. يا خبر يا سعبدو. طب تقولي ايه في راجل كبارة تشوفيه تقولي عليه طيب وغلبان، وهو في الحقيقة واخد منشورات وعمال يوزعها في الاوتوبيس. اتهفف عقله ده يا اخوي. ولا واحد تاني طالب جامعة وعامل نفسه فنان ومؤلف ويقول كلام زي كلام الابلسة والشياطين، تسمعيه تبقي عايزة تصدقيه. اني نفسي واني بضربه كنت حنخدع واسمع كلامه، حسيت بيدي
زي ما تكون مش قادرة تنزل عليه. قمت قلت لنفسي لا يا عبد المعطي، فوق يا ولا فوق قبل ما يبلفك زي ما بلى في الشعب. ده تلاقى ابوه وامه بيصرفوا عليه لحد الوكيل. اقول لك على حاجه تانية مش هتصدقيها. قول يا اخوي. عارفه دول كانوا عايزين يقتلوا مين؟ مين؟ يا مصطي. ويا سلام بعد كل ده تشوفي سعادة البيه المأمور بيعاملهم كيف. يقول لي لده يا والدي بالفم المليان، ويقول لي لده يا ابني، ويعزم ده على قهوة وده على شاي زي ما يكونوا من بقية أهله لغاية بقى ما ينرفزوه يروح ناديه لنا. احنا بقى نقوم بالواجب. تمضي ولا انا تحت امرك يا سعاده البيه؟ يعني معترف انك كنت بتوزع منشورات في الاتوبيس؟ كل اللي تقوله عليه حصل يا سعاده البيه. وحطمت امضي يا بيه. اتفضل يا ولدي. هات المحضر. احنا اضطرينا يا هانم مع الاسف نوقف مرتبه لانه انقطع عن العمل. لكن يا سعادة البيه احنا ملناش حاجة نتعيش منها غير مرتبه. انا مقدر الظروف لكن اعمل ايه؟ دي قوانين. طيب هو مش له معاش؟ ولا المعاش حتى تقدروا تصرفوه، لان المعاش بيصرف اما في حالة الموظف ما يبلغ سن الستين او في حالة الوفاة، وحضرتك عارفة ان ظروف مرزوق افندي تختلف عند كل. معلش امرنا لله. السلام عليكم. مع السلامة. لحظة يا هاني. افندم. ارجوكي تخلي دول معاك. ليه سعادة البيه؟ كتر الف خيرك. مرزوق سيب لنا اللي فيه كفايه. اشكرك. يلا يا بنتي. ايه اللي بتعملي ده يا ماما؟ مفيش حاجه منعرفش البيت هتتباع. انا هدور على شغلانه نعيش منها. لازم نواجه الحقيقه، احنا مش قد مصاريف الجامعه ومش عيب ان انا اسيبها. اسكتي. اوعي تنطقي الكلمه دي تاني. بنتي مرزوق لازم تكمل تعليمها زي ما كان عايز واكتر. انت ما عندكيش فكره هو كان بيعمل ايه وبيضيع ايه في حياته علشان مستقبلكم. اللي بقوله ده غصب عني يا ماما. عارفه يا بنتي عارفه عارفه. صباح الخير يا ست هاني. اهلا يا حاج. الاوضه اللي متحضره. اتفضل شيل. أنا قلت لسيادتك قبل كده إن أنا لو عندي أي حاجة كده أنت ما ضلتها يا فندم.
يا فندم انا عايز امضي. انا عايز امضي. انا من اول ما جيت وانا قلت انا عايز امضي يا فندم. يعني معترف انك كنت بتوزع منشورات في الاتوبيس انت وزميلة؟ ايوه يا فندم، كنت بوزع منشورات كتيره جدا، كنت معايا منشورات كتيره جدا وبوزعها على كل حاجه، على كل الناس. هات المحضر يا عماد. هات يا عماد. مش ندمان يا جابر على اللي انت عملته؟ يا فندم انا ندمان وبضرب نفسي 60 جزمه. هو ده معقول؟ الله يخرب بيت الاتوبيسات على اللي يركب اتوبيسات تاني. ألف مبروك يا فندم، ألف مبروك. أيوة يا فندم، ربنا يتمم بخير على أيدين سيادتكم. طبعا يا فندم كل المعتقلين هيعرفوا الأخبار العظيمة دي حالا يا فندم، حالا. أيها المواطنون، صرح مصدر عسكري بأن الغارات الجوية التي قامت بها طائرات إسرائيل أسفرت حتى الآن عن إسقاط 23 طائرة للعدو. سامع يا استاذ حسن؟ من الارض ومن فوق ومن تحت يا جدع. يبقى يشوف مين اللي هيسنكرهم بعد كده. انتصرنا يا رب، انتصرنا، انتصرنا، انتصرنا. اسالني انا اللي خدت جيوش في الجيش وحكاني على كل حاجه. انتصرنا يا رب. عم مرزوق، سامع، سامع عم مرزوق، سامع يا حبيبي، سامع، سامع يا حبيبي، سامع. مش كنت بقول لك ان مصر دايما عظيمة ولازم شمسها تبان وترجع لزعزع زي الاول واكتر؟ بلد 42 طائرة. مش مهم احنا، المهم البلد، المهم البلد، المهم البلد يا ولاد. يا رب بس ما يكونوش بيضربوا في المدن. بيتنا قديم وولادي ما لهمش حتة تانية يداروا فيها. يا رب يا رب. وعليهم 96 طيارة وكسرنا الدنيا البابا. احنا انتصرنا يا اخوانا، انتصرنا يا امين. لقد قررت ان اتنحى تماما ونهائيا عن اي منصب رسمي واي دور سياسي، وان اعود الى صفوف الجماهير وادي واجبي معها كاي مواطن اخر. ولقد كنت اقول ايه اللي حصل؟ ان الامه هي الباقيه. احنا ما انتصرناش ليه؟ وان اي فرد مهما كان ومهما بلغ السجن مليان اهو بالناس الوحشه اللي خايفين منه. اداه لاراده ناجي صيد تاني وليس هو صانع. ما انتصرناش ليه؟ ان التضحيات التي بذلها شعبنا وروحه المتوقدة خلال فترة الأزمة والبطولات المجيدة التي كتبها الضباط والجنود من قواتنا المسلحة بدمائهم سوف تبقى شعلة ضوء لا تنطفئ في تاريخنا وإلهاما عظيما للمستقبل وآماله الكبار. لقد كان الشعب رائعا كعادته، أصيلا كطبيعته، مؤمنا صادقا مخلصا، وكان أفراد قواتنا المسلحة نموذجا مشرفا للإنسان العربي في كل زمان ومكان. وليكن الله معنا جميعا أملا في قلوبنا وضياء وهدى. والسلام عليكم ورحمة الله. يا بلدي، تعالى يا ما خدنا منك فيها ايه؟ Thank you.
إنا لله وإنا إليه راجعون. محمود عملت إيه؟ محمود مات بكل أجل كتاب يا مرزوق. مات موت موت محمود. مش كده يا مرزوق افندي؟ سيبنا اتكلم. مش كده يا اخي؟ اسمعنا هم سمعونا اخبارهم الكذابة. سيبوني محمود يا بابل. يا عمري بتغطي بحضني. اه يا ولادي يا ولادي. عملت ايه في الدنيا هذي؟ اه يا ولادي يا عمري متغطي بحضني. قتلوا الصلبة. اجمع الكلاب دي كلها تحت فورا. انا جمعتكم كلكم الليلة عشان تشوفوا بعينكم نتيجة اللي بيحاول الهرب. محمود عبد الحميد حاول يهرب أكتر من مرة. ما نفعش معاه أي تحذير. بالعكس. حاول يستغل المعاملة الكريمة اللي احنا بنعملها له هو وغيره. وحاول يستغل ظروف البلد العصيبة اللي بتعيشها دلوقتي. وكرر المحاولة تاني. وكانت النتيجة زي ما أنتم شايفين. وطبعاً كل ده حصل قدامكم وانتم شاهدين عليه. شاويش عبد المعطي عنده تقرير بكل اللي حصل. كده عايزكم تتقدموا واحد واحد دلوقتي وتمضوا عليه. اتفضلوا. بيه. محمود مهربش. محمود اندبح من تعذيبكم ليه. هو ده اللي حصل وكلنا هنشهد بكده وانا اولهم. اخرس كرباج. ترفع صوتك على سيادك يا فن. استاذ مرزوق. استاذ مرزوق. سيبه يا فن. تضربه ليه؟ عمل ايه؟ قولي ده عشان محمود ما هربش. هي دي الحقيقة. محمود اتقتل يا اخوانا وهم اللي قتلوه. محمود اتذبح وانتوا اللي ذبحتوه. دمه عار في رقبيكوا. محمود اضرب اضرب زي ما انت عايز. خلاص مفيش خوف مفيش جبن بعد كده. لازم الناس تعرف الحقيقة يا اخوانا. لازم الناس تعرف الحقيقة. انتوا ضيعتوا البلد. ضيعتوا مستقبلي. ربنا على الظالم. 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 ربنا على جابر يا ابني. وجيت ورايا الجنة. ما تبقاش تعمل دوشة للسكان اللي تحتك.
جانا مشوارها بعيد عن مرزوق، محتاجه اتوبيس، وانا حلفت عمري ما اركب اتوبيس تاني.